بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. حقيقة سعيد جدا جدا بالاداء اللي انا شفته في النادي الاهلي في اخر 5 دقائق او اخر 10 دقائق امبارح في المباراه اللي انا بعتقد ان هي هتبقى مباراه عوده الروح المعنويه لكل اللاعبين ولكل الجمهور. امبارح النادي الاهلي عمل ريمونتادا تاريخيه من وجهه نظرنا جميعا كاهلاويه، عمل ريمونتادا تاريخيه. الريمونتادا اللي حصلت امبارح امام فريق انبي كانت منتهى العظمه، لكن خلوني بس اقول لحضراتكم في البدايه او اتقدم في البدايه بخالص العزاء في وفاه لواء سراج الدين والد الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي الذي وافته المنيه، داعين المولى عز وجل أن يتفقده في فسيح جناته. الحقيقة العزاء كان امبارح في مسجد عمر مكرم، كل مصر الحقيقة كانت متواجدة، عدد كبير من كبار الشخصيات الرياضية، عدد كبير من محبي النادي الأهلي اللي كانوا متواجدين، لأنه رجل كان الكل بيحبه، كل الناس كانت بتحب هذا الرجل وكل الناس بتحب ابنه الدكتور محمد سراج الدين، وبالتالي الكل امبارح كان متواجد في العزاء، وقبلها الحقيقه الكل مصر برضو كانت متواجده في الدفنه. فخالص العزاء لصديقنا العزيز واخونا الحقيقه دكتور محمد سراج الدين. عايز ادخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل الريمونتادا التاريخيه اللي تابعناها امبارح، تابعناها من رجال فريق كره القدم بالنادي الاهلي. الحقيقه كلنا بنشوفها ريمونتادا حصلت امبارح، إذا كانت حصلت في الملعب فهي حصلت على لجنة التحكيم، على لجنة الحكام. وبعدين أنا لما أجي أتكلم على لجنة الحكام وحضراتكم هتوقفوني زي ما وقفتوا كابتن سيد عبد الحفيظ، مش هتعرفوا لأن أنا عمري ما هغلط وكابتن سيد عبد الحفيظ ما غلطش، ولكن واضح جدا في المباراتين اللي فاتوا أن هناك مخطط أو مؤامرة ضد النادي الأهلي عشان يتم تعطيل مسيرة النادي الأهلي. هتقول لي يا عم إسلام هو أنت ما أنتوا عشان بتتكلموا في قناة الأهلي والكلام ده كله؟ لا خالص، لكن هو أنا إيه اللي بيخليني أصل لهذه الدرجة إن أنا أقول كل هذا الكلام اللي أنا بقوله، وإن هناك مخطط بيتم تنفيذه من أعتقد لجنة الحكام. تخيل حضراتكم إن كل فرق الدوري العام المصري او 16 فرقه من ال 18 كلهم اشتكوا لجنه الحكام، واكثر الاخطاء دي ضد النادي الاهلي، مش بشهادتي انا بس ولا شهاده الاهلاويه بس، ولكن بشهاده كل من له علاقه بالتحكيم، خبراء مش خبراء، موجودين مش موجودين، بيتفرجوا ما بيتفرجوش. يعني انا عايز اقول لحضراتكم ان انا كلمت، اقسم بالله انا كلمت 5 6 من او وصلت يعني ان انا اكلمهم عشان افهم، هل يمكن احنا مش فاهمين، يمكن احنا بنحب الاهلي قوي فبنقول اي كلام وخلاص، لكن الحقيقه ان لقيت ان كل خبراء الاجانب اللي موجودين في مصر وبره مصر كلهم اجمعوا على شيء واحد فقط، ان هدف محمود وحيد اللي كان في مباراه البنك الاهلي هدف صحيح 100%، خلاص، وان الهدف اللي دخل امبارح هدف صحيح 100%. يا فندم انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر دوري، ولكن اي فرقه تانية تكسب الدوري من فضل حضرتك خليها تبقى افضل فنيا جوه الملعب من النادي الاهلي، او تكسب بعرقها 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 الحقيقي، مش مجرد كلام ومجرد حاجات بنطلع نقولها. تخيل حضرتك ان الكره دي ده واضحه للعين، يعني انا والاستاذ ايهاب الخطيب امبارح واقفين في الملعب، واقفين في بنتفرج على واقفين بنتفرج، حاسين ان احنا هنجيب جون، حاسين. تخيل حضرتك ان احنا بالعين كده شايفينها هدف، ما حدش فينا قال ان هي، لان الكره معديه يا جماعه، الكره سابقه المهاجم، انتوا بتقولوا ايه؟ واحنا مش خبراء تحكيم بالمناسبه، احنا ناس عاديه بتشوف شايفين، بنحب الاهلي وشايفين وكل حاجه. هو انت ليه بعد ما لا يشجع النادي الاهلي من امبارح، ودي انا هتكلم فيها لوحدها، يعني من امبارح للنهارده بيحاولوا يشككوا في كل حاجه بيعملها النادي الاهلي، بيحاولوا يشككوا في ايه؟ بيحاولوا يشككوا في ان النادي الاهلي بيكسب بالحكام، ان النادي الاهلي اصل بصوا الكره اوفسايد، يا جماعه الكره مش اوفسايد، ما تضحكوش على الناس، بلاش الكلام ده، عيب. عيب الكلام ده. الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده انتوا بتضحكوا على الناس.
لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي من امبارح بيلطموا بمعنى كلمه بيلطموا ان بيحاولوا يفهموا الناس ان النادي الاهلي بيكسب كده. بصوا النادي الاهلي بيكسب ازاي يا جماعه؟ دي كره اوفسايد واضحه لاي حد في مصر. تخيل حضرتك الكره اللي حضرتك شايفها دي بيتقال عليها اوفسايد من ناس المفروض ان هي لعيبه كوره او بتتكلم في الكوره، بلاش لعيبه كوره، بتتكلم في الكوره عشان انا عارف لعيبه الكوره دول. المهم فناس بتتكلم في الكوره بتقول على الكوره دي اللي سابقه الاثنين لعيبه اللي لابسين احمر، بلاش اللي لابسين ازرق لو حد بيفهم يعني، الكوره دي اللي بالعرض جون وما فيهاش اي حاجه. تخيل حضرتك ان في حد بيحاول يقنع جمهوره بعد ما لا يشجع النادي الاهلي، يعني بيحاول يقنع جمهوره او جماهيرهم ان الاهلي بيقول لك ان الكره دي اوفسايد، الكره دي واضحه للعين اهي، انا شايفها كده، انا شفتها كده امبارح. لحظه لمس الكره بتاعت حسين او احمد عبد القادر دي لحظه هايله ما فيهاش اي حاجه. فحضرتك بتقول ايه؟ حضرتك بتضحك على الناس؟ اضحك عليهم براحتك، لكن مش هتعرف تضحك على جمهور النادي الاهلي، مش هتعرف تشكك الناس في جمهور النادي الاهلي او بعد من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول من امبارح زي ما قلت لحضرتك كده. انا اتفرجت على الفيسبوك امبارح قعدت اضحك ضحك، ايه اللي بيحصل ده على مواقع التواصل الاجتماعي كلها؟ ان معروفين طبعا اللي هم من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلموا في ايه؟ ها وهيلطم وهيعمل وبتاع واحنا ارحمونا من الظلم. ظلم ايه؟ انت مش فاهم اعمل لك ايه؟ انت مش فاهم ان دي جون؟ ما بتعرفش؟ ما انت مش فاهم، ده اللي انا اقدر اقوله دلوقتي على الهوا، ان انت مش فاهم ان ده هدف صحيح 100%. قبلها كره محمود وحيد هدف صحيح 100%. حضرتك انا فقدت نقطتين عشان خاطر الحكم بتاعك او الحكم اللي محطوط هو كابتن محمد صباحي، مش شايف ان هي الحكم لا بتاع يوم البنك الاهلي مين؟ كابتن محمد سلامه ميدو اللي عنده وقائع شهيره جدا مع النادي الاهلي، ما يعرفش القانون. انا اسف جدا يا كابتن محمد، ولو عندك حاجه تانية قول لي لو سمحت، كلمني في التليفون وقول لي، او لو عايز تخش على الهوا انا عندي استعداد ان انا اتناقش مع حضرتك على الهوا قدام ملايين من جمهور النادي الاهلي، ما عنديش مشكله. لكن وبعدين انا لو تناقشت معاك في كره يوم البنك الاهلي يا كابتن محمد هتناقش معاك في الكور اللي قبل كده وقبل كده وقبل كده وقبل كده، مش عايز افتح في الموضوع اكتر من كده. كل دي كل اللي حضرتك بنتكلم فيه ده هدف صحيح 100%. انا اللي قلت كده؟ الاهلاويه اللي قالوا كده؟ لا بالعكس، ما بين كل 10 خبراء بيطلع 2 خبراء، هنسميهم خبراء ماليش دعوه، بيطلع 2 خبراء يقولوا وسط 10 يعني 8 بيقولوا ان الهدف صحيح واتنين بيقولوا لا. حق كل واحد يقول وجهه نظره، ما عنديش اي مشكله، ولكن لما تيجي تتكلم ان الاغلبيه بتعمل كده، هو انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتضحكوا على الناس بتاعتكم ازاي كده؟ كل اللي عرضنا عليهم اللعبه في اسيا في اوروبا في امريكا، والله بجد انا لما عملت كده ممكن حتى نجيب عمر البنوبي نساله في الموضوع ده لانه كان معايا في هذا الامر، هو اللي بنتواصل مع كل الناس. علشان قلت لهم يا جماعه انا راجل ما بفهمش في حاجه وبحب الاهلي قوي فطالع ادافع عن الاهلي وخلاص. قالوا لي يا عم انت اللي بتقوله ده، الهدف بتاع محمود وحيد يوم البنك الاهلي صحيح 100%؟ وما قاليش محمود وحيد، قال لي الهدف بتاع اللي لابسين احمر دول لما عرضناه عليهم اللي لابسين احمر هدف صحيح 100%؟ ولا يقبل ان حد يقول حاجه تانية. امبارح قال لك هدف صحيح 1000000%، ده بالعين من غير ما نشوف فار ولا غير فار. اللي كان امبارح برضو الحاجه الغريبه جدا، اقعد 8 دقائق امبارح، 8 دقائق علشان اعمل ايه؟ عشان عايز الغي الهدف ولا عشان ايه؟ ولا عايز بس ان انا ارسي العداله؟ اتمنى ان اللي امبارح حصل ده 8 دقائق ولا 7 دقائق انا قاعد كلنا كاهلاويه قاعدين مستنيين حكم الفار على حاجه واضحه لينا واحنا قاعدين، والله واضحه لينا واحنا قاعدين. فتخيل حضرتك ان الكابتن امبارح حكم الفار ما قعدنا 7 دقائق، ليه؟ ما اعرفش. هل بينتظر تليفون من حد؟ انا ما اعرفش، انا ما بقولش ان هو حصل، انا بقول هل بيحصل كده ولا ما بيحصلش؟ ما اعرفش، لانه حضرتك اللي فتحت لي باب الشكوك. انا عمري ما شفت في حياتي حد بيقعد 6 أو 7 دقائق
على كرة صحيحة واضحة للعين، واضحة للعين المجردة. احنا عايزين الفار يتم تحقيق العدالة بيه، ولكن مش ان انا اوقف ماتش 7 دقائق 8 دقائق، تخلي بعض المحللين اللي ما بينتموش للنادي الاهلي بيحاولوا دايما يدخلوا، قالك ما هو اصله الحكم مدينا 7 دقائق ومش 8 دقائق والكلام الفاضي اللي حضراتكم او الكلام اللي بيتقال ده. يعني هو الفار اللي عندنا ده مش هو الفار اللي بنشوفه بره في انجلترا وفي اسبانيا؟ اللعبه في انجلترا لو خدت دقيقه دقيقتين ثلاثه يبقى يعني ده عمري ما شفتها كتير يعني، لكن دقيقه اتنين ثلاثه، لكن 7 دقائق وست دقائق ليه؟ انت عايز تخلي النادي الاهلي تخسر النادي الاهلي تقول ان دي مش جون وخلاص مثلا؟ ما هو انا رحت للاتجاه ده مع انه انا لا اشكك في زمام احد ولا بتكلم عن حد اطلاقا، ولكن انا بسال سؤال، انا بسال سؤال. حد يطلع يقول لي لا هقول له خلاص اوكي. وعلى فكره انا الاسبوع اللي فات كنت بشيد بالتحكيم، الاسبوع اللي فات في مباريات اخرى يعني كنت بشيد بالتحكيم. هو في ايه يا جماعه؟ هو ليه بتعملوا كده؟ تخيل حضرتك ان النادي الاهلي وسط كل هذه الحرب المحليه و قبل بس ما اتكلم انا عايز اروح للكابتن عصام عبد الفتاح الاول. كابتن عصام لو سمحت ارحمنا من التصريحات. اتمنى ان الكابتن عصام عبد الفتاح، والراجل ده برضو انا بحبه جدا وبحترمه جدا كشخص بره الشغل، ما عنديش مشكله معاه يعني، للمره المليون بقول نفس الكلام، ولكن بالمناسبه انا النهارده بتكلم مع حضراتكم بروح الحلقه، مصطلح اطلقه اسلام الشاطر على ان احنا عندنا حاجه اسمها روح الحلقه. ايه روح الحلقه؟ الكلام اللي انا بعمله ده نسميه روح الحلقه. ايه رايكم ان انا اقول لكم الكلام ده؟ هتقولوا عليا ايه؟ ايه روح البرود؟ ايه ده؟ ايه الكلام الغريب والكلام اللي عمالين نسمعه؟ انا سالت، والله سالت ناس كتير قبل ما اطلع اقول الكلام ده، كان نفسي ان حد يقول لي لا في حاجه اسمها روح البروتوكول فعلا. هو حد؟ وبعدين انا شفت مثلا حاجه للكابتن عصام بيقول لك ايه يا جماعه، انا محاضر دولي والناس كلها بتسمع كلامي، اقسم بالله يا كابتن عارفين وحافظين ومقدرين، ولكن حضرتك المسؤول عن التحكيم في مصر، حضرتك اللي كنت بتقول لما ما كنتش رئيس لجنه الحكام كل حاجه عن التحكيم غلط. مش انا ممكن اجيب لحضرتك، لكن انا بس ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. فيا كابتن عصام، وبعدين احنا هنفضل كده يعني يحصل فينا كده ليه؟ على فكره جمهور النادي الاهلي، وانا بقول اهو وسط ملايين من جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما عنده يعني لو خسر الدوري في الملعب باخطاء من النادي الاهلي، باخطاء من لاعبيه، باخطاء من جهازه الفني، الفرق الثانيه افضل من النادي الاهلي فنيا، هتلاقي جمهور النادي الاهلي هيسقف. انا حصلت معايا انا تحديدا مره واحده في حياتي، يعني مره حصلت معايا، النادي الاسماعيلي فاز بالدوري 2002، كل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي، انا كنت بلعب في الاسماعيلي ساعتها، اللي كان بيقابلني كان بيقول لي ايه؟ تستحقوا الدوري. على الرغم من النادي الاهلي في الفتره دي الست سبع ماتشات الاخيره من ساعه ما مانويل جوزيه كان موجود عمل ماتشات، كسب الزمالك 6 وكسب مش عارف وتعادل مع الاسماعيلي 4-4 ومش عارف ايه ماتش 6-1 يعني، وخد افريقيا وخد السوبر افريقي، ولكن جمهور الاهلي قال لك لا، النادي الاسماعيلي يستحق في ذلك الوقت ان هو ياخد الدوري. فانا عايز اخد الدوري. وانا ليه؟ لان النادي الاهلي هو الافضل فنيا، النادي الاهلي هو الافضل اداريا، النادي الاهلي هو الافضل من ناحيه الجهاز الفني، النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء، النادي الاهلي هو الاعلى سعر، النادي الاهلي هو الاعلى اعلانات، النادي الاهلي هو الاعلى في كل شيء. يبقى ايه اللي مطلوب مني تاني؟ حضرتك بتحاول ان تنفذ شيء ما معرفش ايه هو. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش. النادي الاهلي إذا كان يستحق الهزيمة ما عنديش أي مشكلة، ما عنديش مشكلة، لكن يا فندم امبارح هدف صحيح 100%. الناس كلها تقول لك، أو طبعا الناس كلها اللي هم بعض من لا يشجع الأهلي ما لهمش علاقة بالأهلوية، احنا كلنا عارفين إن الأهلوية عشان عندهم أو شايفين بيتفرجوا على ماتشاتهم كويس بيحصل إيه، بيبقوا شايفين الهدف اللي بيخش إزاي، حافظينه عارفينه من غير إعادات.
فكلنا واحنا واقفين سقفنا وقصنا ونطينا وبسطنا وكل حاجه. ف يعني حاجات كتيره جدا بتحصل، والعديد من خبراء التحكيم في العالم اجمعوا على الكلام اللي انا بقوله ده. انا مش مطالب ان انا اطلع اقول الكلام ده، لانه هدف محمود وحيد الحقيقه للاسف الشديد تم الغائه، والنادي الاهلي تعادل مع البنك الاهلي. البنك الاهلي اللي بالمناسبه اتغلب النهارده من الاسماعيلي 2-0، فتعادل، تعادلوا 2-2، انا اسف تعادلوا 2-2 في اخر المباراه. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ايه؟ انه اللي بيحصل ده، تخيل حضرتك ان وسط كل الكلام اللي انا بقوله ده محليا وافريقيا بقى، محليا انت لو ربنا كرمك بالثلاث ماتشات المؤجله او الماتشاتك المؤجله هتبقى في الصداره مستريح، هتبقى في الصداره مستريح. تخيل حضرتك ان وسط اللي بيحصل افريقيا والتعنت الشديد من الاتحاد الافريقي ضد كل اللي بيحصل في النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي برضو، تخيل حضرتك ان انت وصلت النهائي للسنه الثالثه على التوالي، يعني حضرتك الاول محليا الاول افريقيا ان شاء الله في الدوري. لو كسبت الماتشات ووقفنا الدوري هيبقى النادي الاهلي هو الاول. في الناحيه الثانيه في افريقيا حضرتك النادي الاهلي وصلت للمباراه النهائيه وسط غياب عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، بدر بنون، اكرم توفيق، عمار حمدي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، كل دول ما كانوش موجودين في الماتشين اللي فاتوا. وسط كل اللي بيحصل ده النادي الاهلي في نهائي البطولة الإفريقية، والنادي الأهلي في لو كسب الثلاث ماتشات اللي ليه الماتشات المتأجلة ليه هيبقى الأول على الدوري العام المصري. تخيل عظمة النادي بتاعك وسط كل هذه الحرب من الحكام بتوع الكابتن عصام عبد الفتاح. أنا أقصد إن أنا أقول هذا الكلام. ما هو أنا أقصد أقول الكلام ده ليه؟ لأنه ما حدش بيطلع يرد يقول لك مثلا لا إسلام الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، الكلام الصحيح هو كذا وكذا وكذا، أو ما أنا طالع قايل يا كابتن عصام أنت عندك حق، أنت قلت كلام مظبوط أو فلان الفلاني قال كلام مظبوط، ما خلاص. لكن أنا بسمع روح البروتوكول واحتواء ويقول لك دي حاجات إحنا بندرسها، بندرسها فين يا كابتن؟ ما إحنا سألنا الناس، ما حدش قال لنا بندرس احتواء ولا الكلام ده كله. وبعدين لو بالفعل في حاجة اسمها احتواء، هو الاحتواء ده أكيد ليه معنى أو ليه طريقة أو ليه أسلوب. لو بتدرس حاجة اسمها روح البروتوكول، روح البروتوكول بتاع الفار غريبة جدا. أنا زي ما قلت لحضراتكم كده، خلونا يا جماعة النهاردة نتكلم في بروح الحلقة. ما هقول إيه؟ ما هو أنا بعد كده ألبس أسود في أسود وأطلع كأني. طب خليني أقول لحضرتك حاجة يا كابتن عصام، وانا نفسي الشباب عندنا يقولوا لي مثلا احنا عندنا كام. تخيل حضرتك ان في ثلاث حكام عرب تم ترشيحهم لكاس العالم القادمه او موجودين كحكام للساحه في كاس العالم القادمه في قطر، خلاص في 2024، واحنا ما عندناش غير حكم واحد بس، كابتن محمود ابو رجال اللي مشرف مصر، حكم واحد بس، حكم مساعد. صح، فعلا هناك تطوير واضح. اقول ايه؟ وفي طقم بكاري جسامه. تخيل حضرتك ان اللي احنا عمالين نسمعه بقالنا شهرين او ثلاث شهور كلنا استبشرنا خير بوجود هذه الشخصيه المحترمه جدا كابتن عصام عبد الفتاح، محترم جدا استاذ شخصي، انا ما بتكلمش على الشغل. راجل محترم وراجل كويس جدا جدا ومن الناس اللي تعرف ومثقف وتقعد تتكلم معاه وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت كل الكلام اللي بيقوله كابتن عصام هو عكس الكلام اللي احنا بنشوفه في الملعب. قد يكون بيبذل جهد، انا معرفش، يعني انا مش متابع وبحاول والله اسال ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي يعني مش شايف ان في جهد، يعني ما كانش بيحصل قبل كده بقى بيحصل دلوقتي. بالعكس انا شايف ان المستوى بيقل، بيقع مننا. وانا كنادي اهلي انا ذنبي ايه حضرتك؟ ان انا اخسر مباريات بهذا الشكل. اخسر في الملعب ما عنديش مشكله خالص. وياما قلنا وياما طالبنا، قلنا يا جماعه طالما عندنا
ركله جزاء ضد النادي الاهلي احسبها، ركله جزاء للنادي الاهلي احسبها مثلا، يعني انا بقول مثلا. فتخيل حضرتك ان حكم واحد بس اللي موجود، كابتن محمود ابو الرجال، حكم مساعد موجود في مصر في قطر 2024. لكن بقى كابتن امين عمر، كابتن البنا، كابتن بقيه الكباتن الكبار، تخيل حضرتك ان في محكمه من رواندا موجوده، من رواندا موجوده في كاس العالم القادم، حكم ساحه، وكابتن محمد الصباحي قاعد 7 دقائق ولا 6 دقائق مستني يشوف الفار. 7 دقائق ما ينفعش. لو حد شاف اللي بيحصل امبارح في ماتش الاهلي واللي حصل قبل كده في ماتش البنك الاهلي هيقول لك يا عم ما خلاص بقى نشوف غيره، يعني ما ينفعش. تخيل حضرتك ان انت بتضر بالتحكيم المصري امام افريقيا وامام العالم كله، اي حد بيتفرج. يعني انا كنت قاعد مع بعض اخواتنا الاجانب بيتفرجوا معايا بيقولوا ايه اللي بيحصل، هو في ايه؟ بجد والله العظيم بيقولوا هو في ايه؟ هو اللي بيحصل ده عادي عندكم؟ قلت لهم ما يعني حاولت طبعا، قلت لهم بالعكس احنا عندنا حكام من افضل الحكام اللي موجودين، ولكن يمكن مستني القرار بس عشان يشوف الكوره. قال لي الكوره باينه بالعين امبارح والله، هم يعني ناس بتحب الكوره، ما لهم يعني مش في لجنه حكام ولا في حاجه، لا ده ناس كده بتحب الكوره يعني. فبيقول لك تخيل حضرتك يعني الاهلي حرب عليه محليا وافريقيا، وفي نفس الوقت النادي الاهلي ان شاء الله يبقى الاول في الدوري العام المصري بعد ما يكمل بقيه مبارياته، ووصل للمباراه النهائيه رغم هذا الظلم الكبير جدا. وبعدين انا نفسي افهم هو للمره، يعني انا قلت الكلام ده كتير قوي، للكلام 4 دقائق و20 ثانيه. هو الكابتن صباحي بالمناسبه في اللعبه دي قعد 4 دقائق و20 ثانيه زي ما قعد في اللعبه اللي فاتت؟ انا مش عارف، يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه، والله ما عارف اقول ايه. المهم خلينا بقى اروح مع حضراتكم لموضوع تاجيل مباراه ايسترن كامباني. لماذا لم يتم تاجيل مباراه ايسترن كامباني حتى الان؟ ولا تم يا جماعه؟ ما حدش يقول لي رسميا، مفيش حاجه رسمي رسميا حتى هذه اللحظه لم يتم تاجيل مباراه ايسترن كامباني، على الرغم من موافقه نادي ايسترن كامباني وموافقه النادي الاهلي على ان المباراه تلعب بعد كده. في على فكره بغض النظر عن الاتفاقات واللي بيحصل وبيان النادي الاهلي وبيان دي حاجه شخصيه انا بقولها بقى، انا اسلام الشاطر بقولها، يعني يا فندم حضرتك فريق صعد الى المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا، اصعب واهم اهم بطوله في افريقيا خلاص، والفريق ده للمره الثالثه على التوالي من المحتمل ان هو ياخد البطوله. الفريق ده بيتعرض لكل الظلم، بيتعرض لكل الظلم الممكن والغير ممكن والمنطقي وغير المنطقي في القارة الأفريقية من اللي بيحصل. حصل في كاس العالم وعدت وخدنا ثالث العالم عشان ربنا كريم، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، من الجميع، ما فيش حد بيقول حاجة. فتخيل حضرتك ان الفريق ده حتى هذه اللحظة مكمل ووصل للمباراة النهائية وكذا وكذا وكذا، لأنه كيان كبير وحواليك 70-80 مليون أهلاوي واقفين في ظهرك، ومجلس إدارة محترم بياخد قراراته بشكل محترم مش هيسيب حقه أبدا. تخيل كل ده. أنا لو أنا مكان المسؤولين عن التأجيل يعملوا إيه؟ يطلعوا يقولوا إحنا هنأجل هذه المباراة عشان إحنا هنقف ورا النادي الأهلي حتى لو لم يتم الموافقة من أي نادي، ده طلب احنا بنعمله للنادي الاهلي. وجهه نظري انا، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام ولكن دي وجهه نظري، انه انا اطلع اقول للنادي الاهلي يا جماعه انا موافق ان انا اجل لكم الماتش حتى لو انتم مش عايزين تاجلوه، خلاص دي بتاعتكم، ولكن انا موافق ان انا اجل لكم الماتش. والتوقيتات، والتوقيتات هنبقى نظبطها معاكم بعد يوم 30 ان شاء الله. ده وجهه نظري ان ده يحصل في بيان رسمي كمان. ليه؟ علشان النادي الاهلي يعني مجلس الكابتن خطيب ومجلس ادارته هم قاعدين كده يقول لك يا جماعه الناس كلها واقفه في ظهرنا، مش ما بنحاربش احنا وواقفين في المايه لوحدنا، ما فيش غير جمهورنا بس اللي حوالينا، جمهورنا بس اللي حوالينا وقناتنا بس اللي معانا. تخيل حضرتك ان النادي الاهلي حتى وسط هذا الاعلام اللي ضده في حاجات كتيره جدا، انا مش عايز اتكلم في النقطه دي دلوقتي، وسط هذا
اللي بيحصل حوالينا من الإعلام اللي حوالينا. النادي الأهلي بيصل للمباراة النهائية في البطولة الأفريقية وياخد إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخد الدوري. فليه لماذا لم يتم تأجيل المباراة حتى الآن؟ أنا معرفش. النهاردة بالمناسبة الوداد كان عنده ماتش النهاردة مع مين؟ مع الرجاء. يعني ده حاجة ديربي في المغرب. ليس من المفترض أن يتم تأجيل مثل هذه المباريات. الناس هناك عملت إيه في الاتحاد المغربي؟ عملوا إيه؟ قال لك احنا هنأجل لكم الماتش من غير الوداد ما يطلب، وحتى لو طلب. لكن الوداد ما طلبش، قالوا له هنأجل لك الماتش. لكن تخيل مجلس إدارة بيقول لك أصل بيانات النادي الأهلي، بيانات إيه؟ ما هو النادي الأهلي هيعمل إيه؟ هل المطلوب من النادي الأهلي إن هو يطلع يعني يمسك عربية مجلس الإدارة ياخد عربية ويخش على اتحاد الكرة مثلا يعني؟ النادي الأهلي لازم يقول للناس ويضع الخطوط لكل الناس بالطرق الرسمية. ما اقدرش اكتر اعمل اكتر من كده، خلي بالك. وبتحرك في الكواليس، احنا عندنا علم كبير جدا لما يحدث في الكواليس، ولكن في النهاية كل اللي انا عايزه ايه؟ كل اللي انا عايزه كأهلاوي ان النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة، البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي، ويفوز بالدوري العام. يفوز بالدوري العام. ولو خسرت الدوري العام زي ما قلت لحضرتك، جمهور الاهلي اول جمهور لو حس ان فريقه عمل اللي عليه ولكن فريق تاني افضل منه بيسقف له، بيقول له صح انت تستحق. حاجه يعني الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا جدا بتحصل. يعني لو حضراتكم تتذكروا قبل كده في 2018 2019 على ما اتذكر، كان نهائي الكونفدرالية كان ما بين نادي الزمالك ونادي نهضة بركان. اتأجل المؤجل. على فكرة ما عنديش مشكلة ان انت تقف مع فريق من بلدك، لكن انا في كاتحاد كرة يعني، ما هم يعني انا اقصد ان ده متاح اهو، بيحصل. ما حدش طلب حاجة غلط، ما حدش طلب حاجة حرام. يعني انا برضو ارجع اقول لحضراتكم ان كان من المفترض ان ده يحدث من غير ما النادي الاهلي يطلب. يا نادي اهلي احنا واقفين معاك وهنفضل واقفين معاك وهنفضل في ظهرك وعايزين نكسبك وعايزين كلنا هنقف وراك وهنبقى موجودين كمان في المباراه لو ينفع. هو ده اللي انا افهمه، لكن للاسف الشديد زي ما حضراتكم بتشوفوا هدف يتم الغائه، هدف صحيح 100% في مباراه البنك الاهلي بيتم الغائه بداعي ان مش عارف الكره جايه منين وطالعه فين. بعديها على طول تاني يوم يحصل في الدوري الانجليزي نفس اللعبه تقريبا، يطلع برضو بعض الخبراء ما بين قوسين بعض الخبراء يقول لك اصله الفرق ما بين الدوري الانجليزي والمش عارف ايه. يعني هنكلمكم على الفرق ما بين الدوري الانجليزي واي حاجه تانية من كمان شويه دلوقتي. لكن رغم كل اللي حضراتكم شايفينه ده، جمهور الاهلي بس هو اللي واقف في ظهره. جمهور الاهلي بس هو اللي واقف في ظهر النادي الاهلي، وهو اللي بيخلينا نصل ان احنا اللعيبه نفسها تموت نفسها في الملعب لغايه اخر ثانيه. علي معلول واحده من أسوأ المباريات لعلي معلول، هو عارف كده وانا عارف كده والاهلاويه كلهم عارفين الكلام ده، ولكن اخر خمس دقائق افضل خمس دقائق في تاريخ علي معلول مع النادي الاهلي. هي دي الكوره. هو ليه الناس بتحب معلول؟ هي ليه الناس بتحب الاهلي؟ ليه الناس بتحب النادي الاهلي وليه الناس بتحب معلول؟ ناس بتحب الاهلي عشان الاهلي معيشنا بره اي حاجه منطقيه. يعني دايما الناس تقول لك يلا بقى يا جماعه خلاص الاهلي امبارح، يقول لك الاهلي اتغلب ده الدقيقه 93 ولا 94، الاهلي اتغلب ولا بتاع، فخلاص بقى يا دوبك الناس تمشي وبس وتعمل كده. ترجع تلاقي علي معلول مديك واحده هدف، تخلي اللي بعض ما لا يشجع النادي الاهلي قاعدين عاملين كده، بص بيستخبوا بيشوفوا احنا فين ويستخبوا، يوم جاي داخل التاني. هو ده الاهلي، هي دي كره القدم، هي دي حلاوه كره القدم. على فكره المنافسه مطلوبه، واللي ان انا اقول كلمتين وده يقول كلمتين وده مطلوب، كل ده مطلوب بالاحترام والادب والاخلاق اللي احنا بنتعلمها داخل النادي الاهلي. ولكن هدف صحيح 100% افلام معموله من امبارح للنهارده على الجون ده. ليه يا علوه بتعمل كده يا علوه؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا علوه بس بتخلي الناس يعني يلا؟ وهو هدف باين لأي حد يعني قاعد بيتفرج، صح؟ قاعد بيتفرج هيعرف إن الهدف ده الكرة معدية ولا مش معدية؟ ها يا متعلمين، معدية ولا مش معدية؟ معدية تبقى مش أوفسايد، للي بيفهم في كرة القدم. وللي ما بيفهمش في كرة القدم هذا الهدف صحيح 100%، وإن شاء الله الهدف ده
الهدف اللي حضراتكم شايفينه ده هو اللي ان شاء الله هيكسبنا بطوله افريقيا، وان شاء الله هيكسبنا الدوري العام ان شاء الله ان شاء الله. بس قال لك مش محتاجه والله كل هات يا سمير معلش والنبي اللقطه اللي فاتت دي معلش ثانيه بس يعني والله ما محتاجه كل ده مش محتاجينه. كل اللي حضراتكم شايفينه ده انا مش انا، اي حد اهلاوي وغير اهلاوي شاف الكره دي شاف عارف، اي حد منصف شايف ان الكره دي هدف صحيح 100%. لكن هو لازم بقى تلعب خلاص يا سمير، لازم تلعب على دغدغه مشاعر لعيبه الاهلي جمهور الفرق الاخرى والاهلاويه دول بيكسبوا، عارفين بقى اللي هي الايه الموضوع اللي هو دايما بيتقال، زي مثلا يقول لك ايه النادي الاسماعيلي مثلا عنده مشكله من المشاكل، يقول لك اصل الاهلي ما بيجيش يلعب في اسماعيليه. يا جماعه ما احنا قلنا 100 مره ان النادي، مع احترامي حبي طبعا وتقديري، ولكن هو ده اللي بيتقال والله. اي حد يطلع يقول لك اصل الاهلي ما بيجيش يلعب في اسماعيليه، طب هو ده انا عايز اروح العب بكره في اسماعيليه على فكره، يعني ياما لعبنا وياما اتبسطنا هناك في اسماعيليه ومفيش مشكله خالص. لكن اللي انا دايما بقوله الحرب وسط هذه الحرب اللي بتحصل او اللي احنا شايفين، انا شايفها حرب عشان محدش يقول كذا، انا شايفها حرب. وسط هذه الحرب النادي الاهلي في نهائي القاره الافريقيه، في نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله لو ربنا كرمنا في الثلاث مباريات دول نكسب الدوري، او يعني نبقى على اول الدوري والقادم يكون افضل دائما. عايز تعرف الفرق ما بين الدوري الانجليزي والدوري المصري؟ عشان بس اصل بيقول لك النهارده، هل حد في مصر النهارده كل اللي متابعين لكره القدم كان عارف مين اللي هيكسب الدوري؟ الدوري راح لليفربول ورجع من عند ليفربول، راح لمانشستر ومن عند مانشستر رجع لليفربول مره ثانيه. ولكن هي دي كره القدم الحقيقيه اللي احنا دايما بننظر ليها، هي دي كره القدم اللي احنا نفسنا نصل. بالمناسبه احنا عندنا فرق قويه جدا، عندنا جمهور على اعلى مستوى، شفتوا النهارده اهو الناس فرحت، نزلت الملعب وفرحت مع لاعبتها، ما عندناش مشكله. اخر ثانيه في المباراه الدنيا واقفه لغايه اخر ثانيه في المباراه، سواء في مانشستر سيتي او في مباراه ليفربول اللي نجمنا الكبير الدولي محمد صلاح توج النهارده في ختام هذه المسابقه بلقب هداف الدوري برصيد 23، مش هقول بقى مناصفه مع سون، لانه بالنسبه لنا محمد صلاح الحقيقه ادى ما هو عليه واكتر. كمان صلاح جايب حتى الان 120 هدف في ايه الجمال ده يعني محمد صلاح، ويقول لك اصله محمد كذا ولا كذا، لا محمد واحد يعني ما اعتقدش ان ممكن حد يصل، اتمنى ان لعيبه مصريين كتير جدا يصلوا لنصف اللي وصل له محمد صلاح بجد والله. ان محمد صلاح وسط كل اللي بيحصل ده، ها وسط كل اللي بيحصل ده محمد صلاح بياخد جايزه افضل هداف وافضل اسيست، 13 اسيست و 23 هدف، 36 مشاركه في اهداف ليفربول السنه دي. وتخيل ان في ناس بتخبط في محمد صلاح وبتقطع فيه، رقم اسطوري بالنسبه للي محمد صلاح بيعمله، 120 هدف في الدوري الانجليزي. احنا اللي عندنا اللي عندنا بيوصل لنادي المية بنعمل له فرح وبنقول وصل لنادي المية وبنجيب له وقصص. هو ده الفرق، ان انت قاعد لغايه اللحظات الاخيره مستني. هل في حكم اخطا في اي حاجه النهارده؟ 10 مباريات، 10 مباريات في توقيت واحد، وال10 كلهم فوز. وحتى هذه اللحظه قبل ما اخش مفيش نادي من اللي نزلوا او من اللي خدوا البطوله او اللي بينافسوا على البطوله اتكلم على التحكيم. ال20 فريق بيحتفلوا مع جمهورهم ومع اسرهم ومع احبائهم، حتى اللي نزلوا درجه تانية بيحتفلوا مع كل الناس دي بنهايه الموسم. موسم خلص، اللي نزل نزل واللي طلع طلع واللي خد البطوله خد البطوله. هذا هو الفارق، هو ده اللي نفسنا نشوفه. صدقوني اتفرجوا على جمهور النادي الاهلي بيعمل ايه مع فريقه، انا بتكلم بقى بشكل عام، شوفوا جمهور النادي الاهلي بيعمل ايه مع فريقه، شوفوا جمهور النادي الاهلي بيحب فريقه ازاي، هتعرفوا ان هناك فريق بيحاول ان يعوم وسط امواج صعبه جدا 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 وامواج عاليه جدا جدا جدا، ولكن باراده جمهوره وعزيمه مجلس ادارته واحترام، بالمناسبه احترام مجلس ادارته لكل كلمه بيقولها، وجمهور عظيم واقف ورا فرقه عظيمه،
ووصلنا ان احنا نصل لنهائي افريقيا وسط هذه الامواج العاليه جدا، قدرنا نصل لنهائي افريقيا، وقدرنا لو ربنا كرمنا ان شاء الله في المباريات القادمه هنكون الاول في دوري الالعاب المصري لغايه لما لكل حدث حديث. اتمنى ان يتم ان رابطه الانديه تطلع وتقول يا جماعه حتى لو في اتفاق، حتى لو في اتفاق اطلعوا قولوا احنا اجلنا الماتش عشان خاطر النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد وعنده اصابات وعنده فعايزين نقف معاه. ده لو انا طبعا لا اتكلم في كل هذه الامور، انا بقول رايي، ده مش راي النادي. النادي الاهلي بيطلع بيقول ببيانات رسميه ايه اللي بيحصل، لكن انا بقول رايي انا. ليه لا؟ وتكون مبادره. وعلى فكره اتمنى ان تكون هذه قاعده عامه وتطبق على كل من يمثل مصر، مش النادي الاهلي بس. لو نادي الزمالك بيمثل مصر اعمل كده، لو نادي البيراميدز بيمثل مصر اعمل كده، فيوتشر بيمثل مصر اعمل كده. طالما وصل للنهائي، هو في حد في الانديه دي كلها ما عندوش عنده الاصابات اللي عند او نص الاصابات اللي عند؟ ما ربنا يبعد عن كل الاصابات يا رب، لكن انا مش بتكلم في كده، لكن انا بتكلم ان انا بص كميه الاصابات اللي عندي كاهلي، ومع ذلك انا ممكن الماتش اللي جاي يغيب عني نص الاصابات اللي موجوده دي كمان، ماتش النهائي. فليه ما اقفش مع النادي الاهلي؟ ليه؟ ما اعرفش. لماذا لا يحاول البعض ان يقف مع النادي الاهلي؟ ما اعرفش، ولكن بنحب النادي الاهلي وهنفضل احنا واقفين ورا النادي الاهلي، وهيفضل جمهور النادي الاهلي بيحبه واقف وراه. ليه؟ عايز بس افكر حضراتكم ان دائما النادي الاهلي سيظل هو نادي ايه؟ ها؟ نادي القرن. نادي ايه؟ حد يقول لي. ايوه، النهارده ذكرى حصول الراحل العظيم رئيس النادي الاهلي الاسبق كابتن صالح سليم على كأس نادي القرن. نادي القرن في افريقيا. بيحاول البعض من هنا ومن هنا ويضرب من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه، ولكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي هو نادي القرن. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ارجع استعرض مع حضراتكم اخبارنا، اخبار البيت الكبير. انا هسيب بس حضراتكم الاول عشان نسيت دلوقتي، هسيب حضراتكم الاول نشوف راي حضراتكم، راي جمهور النادي الاهلي في اداء النادي الاهلي في مباراته امس، ونرجع بقى بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم مره اخرى اخبارنا، اخبار البيت الكبير. المباراه كانت مقسمه الى اجزاء، في البدايه الاهلي اضاع فرص كثيره جدا، كان ممكن ان هو يحرز منها اهداف ويريح اعصاب اللعيبه والجماهير. هي اخر 10 دقائق كان الاهلي فيها غير عادي، استطاع ان يحقق الفوز على انبي، وان كمان في الحكام ليهم مش عارف موقف من الاهلي، يعني هي كان في ضربه جزاء واضحه للنادي الاهلي الحكم لم يحتسبها، واحنا نتمنى من المدير الفني لفريق النادي الاهلي ان يحافظ على مستوى اخر 10 دقائق. هو اداء النادي الاهلي يعني كويس بنسبه 70%، يعني احنا الفرقه ناقصه وفي لعيبه كتير متصابه يعني كتر خير النادي الاهلي وكتر خير لعيبه النادي الاهلي، انما مستوى امبارح يعني بيثبت ان في روح في فرقه النادي الاهلي لاخر دقيقه. الاهلي كان خسران ونادي انبي كان مدافع بصوره قويه يعني، وفي اخر الماتش النادي الاهلي فرض شخصيته وقدر يتعادل، وطبعا قدر يحرز الهدف الثاني والحمد لله على المكسب. يعني نتيجه يعني مش يعني المفروض ان احنا نكسب اكتر من كده، يعني ضيعنا كتير. والله هو الريمونتادا اللي عملوها لاعبي الاهلي امبارح كانت رائعه، وكان يعني عداله السماء نزلت على الملعب امبارح، بس للاسف برضه هنقول ان العقم التهديفي عند لاعبي النادي الاهلي لازم نشوف له حل. اللي حصل دوت نقدر نقول انه يعني اقرب الى كونها ضربه حظ. اللي ان نجيب جونين في اخر 3 دقائق من الوقت الاضافي ده شيء جميل ورائع، ولكن انا مش عاوز نتركن على هذا النمط. احنا النادي الاهلي بيخلص الماتش من التايم الاولاني. اداء الاهلي امبارح طبعا في حدود الامكانيات معقول جدا، لان الفريق كله مصاب،
يعني اللعيبة الأساسيين مصابين. أنا شايف إن الأهلي كان أفضل امبارح. طبعا الماتشات اللي قبل كده كان الأهلي ما كانش كويس، بس أنا شايف امبارح في فرص وفي لعب أفضل من الفترة اللي فاتت. احنا أتمنى إن هم يكملوا على كده، لأن طبعا الدوري طويل زي ما أنت عارفة، لأن الأهلي لو ما بدأش يكسب الماتشات اللي جاية هيبقى بعيد شوية عن اللقب يعني. أنا أتمنى طبعا التوفيق للأهلي وإنه يكمل، والأهم اللي جاي كمان الفاينل بتاع أفريقيا، ده أهم حاجة بالنسبة لنا يعني. كان كويسين قوي، والهجوم كان كويس لحد مع علي معلول، كنا الاول مغلوبين لحد مع علي معلول نزل وجابوا الجنين وكسبنا الماتش. هو الحقيقه من فضل الله سبحانه احنا كسبنا بالرغم الضغط الشديد كان على اللعيبه وعلى الفريق كله. والله الاداء كويس قوي، بس المشكله في التلت الهجوم الاخير قدام الجول، في فرص ضايعه كتيره جدا، وده مش يعني حاجه مش كويسه للفرقه. انا شايف ان يعني اتحسن نوعا ما امبارح، ولكن انا اتمنى ان المباريات اللي جايه تبقى اقوى من اللي احنا شايفينه ده، لان انا كل مش معقول انت احنا بنتعذب بالفرص اللي بتضيع من الاهلي على مدار ال 90 دقيقه مستنيين الاهلي يدخل جول. وطبعا دي عمليه صعبه، الاهلي فيه نجوم كتير ونجوم كبار كتير، وفي مدرب كويس وفي اداره كويسه، المفروض كل دول يجتمعوا في ان هم يعملوا اداء كويس. المفروض دي تبقى اغلى واحسن فرقه موجوده في مصر يعني. المفروض الفرقه ديت من اول الماتش جايبه لها 2 الشوط الاولاني و2 الشوط الثاني، حاجه تفرح الناس، مش افضل قاعد على التعادل لغايه اخر ثانيه واتغلبت كمان وبعدين جيت في اخر 90 بعد 90 دقيقه كسبت. والله انا شايف ان الاداء بيتحسن، وان موسيماني خطوه خطوه، اهم حاجه هو عنده النهائي الافريقي وربنا يوفق. وانا بشكر الكابتن محمود الخطيب على الدعم اللي محدود لفريق الكوره، واحنا كاعضاء جمعيه عموميه بنسمن دور مجلس الاداره كله في ان هو بيهيئ الفريق ان شاء الله لحصد البطولات، وان هو النادي الاهلي معودنا على طول ان احنا في مراكز البطولات مركز تاني، ده ما ينفعش. فان شاء الله الاهلي الدوري بتاعنا وافريقيا بتاعتنا ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن محمود الخطيب يكرم المدير الفني والثنائي المحترف لرجال اليد قبل سفره. قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتكريم الأسباني دانيال جوردو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال والثنائي المحترف رافائيل كابوتي وأكاسيو ماركيز. طبعا ده كان بعد مساهمتهم مع الفريق خلال المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية بالنايجر، وذلك قبل سفر كل منهم إلى بلده لقضاء فترة الأجازة وتأكد غيابهم عن حفل تكريم فريق اليد والسلة والطائرة الذي يقام خلال الفترة المقبلة. حرص أيضا الكابتن محمود الخطيب على تكريم المدير الفني وثنائي الفريق لما قدموا من جهد وعطاء، توج في النهاية بفوز الفريق بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب التي تقام في المملكة العربية السعودية، وأهدى لكل منهم درع وعلم النادي. وطبعا كانت إدارة النادي قررت تكريم فرق النشاط الرياضي التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية للاحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وفي مقدمة الفريق الأول لكرة القدم رجال الذي شارك لكرة السلة أنا آسف رجال الذي شارك في 5 بطولات وفاز بها جميعا مسجلا. وعملنا لحضراتكم هنا حفلة كبيرة جدا للفريق، وزي ما حضراتكم شايفين تكريم كابتن محمود الخطيب وأيضا كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز رئيس جهاز كرة اليد، والسيد الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. طيب أقول لحضراتكم حالا، بيقولوا لي احنا بعتنا لك ماشي قرار تأجيل مباراة إسترن كامبني، وده قرار من رابطة الأندية المحترفة اللي احنا بنشكرهم. أنا شخصيا بشكر النهاردة دلوقتي بشكرهم على هذا الأمر من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفة ودعمها للنادي الأهلي بصفته ممثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبناء على طلب النادي الأهلي
بتأجيل مباراته القادمة. أنا كان نفسي بقى اللقطة دي ما تتكتبش، هقول هتكلم مع حضراتكم بعدين. وبناء على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته القادمة في الدوري العام مع فريق إسترن كامبني والمقرر لها يوم 25 مايو الجاري، وأداء هذه المباراة بدون اللاعبين الدوليين وفي موعد لا يؤثر على جدول الدوري العام أو مواعيده، وكذلك موافقة مسؤولي نادي إسترن كامبني على رغبة النادي الأهلي في تأجيل المباراة، فقد قررت رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل المباراة وإقامتها يوم الأربعاء الموافق 15/6/2022 الساعة 9 مساء على استاد السلام. وتؤكد رابطة الأندية المحترفة دعمها للنادي الأهلي في مسيرته ببطولة دوري الأبطال، متمنين للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية الفوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية. تمام، وكده تم تأجيل مباراة إسترن كامبني زي ما حضراتكم شايفين بقرار من رابطة الأندية المحترفة. أنا شخصيا يعني كلنا تقريبا كنا متأكدين من صدور هذا القرار، ولكن أنا كنت أتمنى اللي هي الجزء بتاع بناء على طلب النادي الأهلي. يعني بناء على طلب النادي الأهلي تمام، ما هو النادي الأهلي طبعا عايز يريح لاعبته لأنه عنده عدد كبير من اللاعبين المصابين. المشكلة دلوقتي مش في مباراة إسترن، بالمناسبة للناس بس اللي عمالة ترغي في هذا الأمر، مباراة إسترن كامبني واحدة من أصعب المباريات. إسترن كامبني اتغير تماما مع كابتن علاء عبد العال لما دخل له كابتن علاء وعمل فريق جديد تقريبا عمله في الانتقالات الشتوية، ونتائجه هي اللي بتقول هذا الكلام. امبارح كسبان لغاية الدقيقة 97 سموحة 2-1، رابع أو خامس الدوري سموحة. لكن إحنا دلوقتي كل تفكيرنا، وكان من المفترض أن يكون كل تفكير مسؤولين الرياضة المسؤولين عن الرياضة في مصر في هذا الأمر تفكير واحد بس، كيفية إراحة النادي الأهلي للمباراة النهائية، وجهة نظري. لكن إحنا ما شفناش أي حاجة حصلت خلال الفترة السابقة إلا النادي الأهلي بيطلب إن هو يأجل إسترن كامبني. الحقيقة مشكورين كانوا بدروا وبسرعة جدا بالموافقة على طلب النادي الأهلي، لأنه ده الطبيعي على فكرة، ده الطبيعي. طبعا بعض التعليقات المغرضة الحقيقة يقول لك أصل هم هيسيبوا ماتش إلا يتساب وماتش يا جماعة اكبروا بقى. يعني في بعض من لا يشجع النادي الأهلي الموضوع ده دايما يخشوا فيه، اكبروا بقى عن الكلام ده. الكلام ده النادي الأهلي أكبر من كده، كرة القدم والرياضة في مصر أكبر من كده بكتير بكتير. يعني كفاية ظلم، كفاية ظلم. عايزين نتفرج على كرة قدم حقيقية، خصوصا إن إحنا عندنا هذا النادي الكبير العريق النادي الأهلي ده. لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي بره مصر شوف الناس بتقول إيه، لكن النادي الأهلي بيتعرض لجميع أنواع الظلم في محليا وإفريقيا، ومع ذلك المباراة النهائية إفريقيا و الدوري العام لو ربنا كرمنا في المباريات المؤجلة هنبقى أول الدوري. عايزين نقف مع بعض شوية الفترة اللي جاية، مش عايز خلاص بلاش، أنا عايز جمهور الأهلي بس اللي يقف معنا، وده اللي هيحصل وده اللي أنا عايزه. ولكن من فضل حضراتكم مش عايزين بقى نهدى اليومين اللي جايين دول لغاية يوم يوم 30 إن شاء الله، علشان لعيبة النادي الأهلي تبص بس كده. أنا مش عايزهم يبصوا غير كده بس، هي المباراة النهائية إن شاء الله يوم 30 مايو القادم. هذه المباراة الحمد لله شكرا لله، هذه المباراة الذي ينتظرها كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نعود بهذه الكأس الغالية. قول لي زي ما تقول لي مغرب بقى لو هنلعب في ملعب الوداد، متأكد متأكد من حب جمهور المغرب للنادي الأهلي 100%، ومتأكد من حسن الاستقبال، ومتأكد من كل حاجة هتتعمل حلوة في المغرب ده، احنا كلنا متأكدين منه. وإن شاء الله نقول لحضراتكم كمان يعني اليومين ثلاثة اللي جايين دي يبقى عندنا أخبار كويسة أقولها لحضراتكم إن شاء الله. يعني فيا رب يا رب إن شاء الله الكل يقف بقى مع النادي الأهلي. خلاص أجلنا المباراة بما إنها على طلب بقى من النادي الأهلي، فإحنا كده أجلنا، النادي الأهلي أجل مباراته أمام إسترن كامبني. إن شاء الله الكل يركز فقط في كيفية دعم النادي الأهلي. أرجو من القنوات اللي حوالينا، أرجو من القنوات اللي حوالينا ما أصحاش بكرة الصبح ألاقي إيه
خناقة ما بين كهربا وما بين موسيماني في عودة موسيماني وعودة كهربا، وموسيماني مش عايز كهربا، ونعمل قصة من لا قصة. أرجو إن أنا ما أشوفش ده لغاية يوم بس 30، وبعد يوم 30 اللي عايز يقول حاجة يقولها، وإحنا قادرين، إحنا من دلوقتي قادرين، ولكن أنا عايز اللعيبة بس تركز والجمهور يركز في دعم الفريق فقط. مش عايز بقى من بكرة، عايزين بكرة كل الأخبار الجيدة والحلوة تطلع. الحمد لله ربنا كرمنا، قلنا يا جماعه من فضلكم نزلوا البيان، لقينا البيان يا دوبك واحنا على الهوا البيان نزل. فعايزين نهدى ونقف مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الاهلي يستأنف تدريباته غدا، بكره ان شاء الله النادي الاهلي يعود مع بيتسو موسيماني لتدريباته المكثفه بعد الراحه 24 ساعه. الدكتور أحمد أبو عبلة يتحدث عن إصابات الأهلي قبل مواجهة الوداد. تحدث دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حالات الإصابة في صفوف الفريق قبل مباراة الوداد المغربي إن شاء الله يوم 30 الجاري في نهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى أن الأمور الطبية في الأهلي مستقرة، ومعظم الإصابات المتواجدة في الفريق تم التعامل معها. أضاف أيضا أن عمرو السلية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، وسوف يشارك في المران الجماعي ويكون تحت تصرف الجهاز الفني. تمام، حمدي فتحي حصل على الحقن وقام بتنفيذ برنامج علاج طبيعي ويسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي وسيشارك في أول مران للفريق. تطرق أيضا رئيس الجهاز الطبي للحديث عن إصابة عبد المنعم، مؤكدا أن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الضمة، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي يأمل في وجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتم اتخاذ قرار نهائي في تواجد اللاعب في نهائي دوري الأبطال. أيضا أكد أبو عبلة على أن أليو ديانج انتهى من البرنامج التأهيلي وجاهز للمشاركة، بينما يقوم لويس ميكيسوني بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ومن المتوقع أن تصل فترة علاجه إلى شهرين. اتحاد كرة القدم يخاطب الخمسة الكبار لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة. أفلح إن صدق. الدوريات الأوروبية بتخلص وكل أو مش بتخلص، هي تقريبا كلها خلصت، فما فيش حجة ما تروحش تجيب لي حد من أقل من الخمس دوريات الكبرى لو سمحت. احنا بنقول قبلها أهو، يعني لكل حدث حديث، ولكن بيتقال قبلها بكتير جدا أهو، عشان ما حدش يجي يقول لك أصل ساعتها أصل والله الناس في إجازات، أصل الناس كذا كذا كذا. فوز سيدات الطايرة على بطل غانا 3-1 في بطولة إفريقيا بتونس إن شاء الله. عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله في حاجه كده بنعملها، ان شاء الله لو ربنا كرمنا فيها هنقول لحضراتكم خبر يفرح حضراتكم خلال الفتره القادمه مره اخرى. مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الممتاز وظهور الدوري الانجليزي، وظهور خاص لعائله محمد صلاح خلال استلامه جائزه الحذاء ذهبي. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة اتكلمنا فيها. ميلان بطل للدوري الإيطالي للمرة 19 بعد الفوز على ساسولو. المنظر ده حلو قوي، بسم الله ما شاء الله، أم مكة ومكة وكيان ومحمد صلاح، ربنا يخليهم لبعض ويخليهم لمصر الحقيقة، لأنه هذا المنظر الرائع وسط الملاعب الإنجليزية أعتقد شيء جميل جدا جدا وشيء رائع، دايما هنفضل فخورين بك يا محمد. طيب كده اخبارنا خلصت، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل فقره حضراتكم بتحبوها دائما، فقره نقادنا الرياضيين الكبار، الاستاذ جمال الزهيري، الاستاذ محمود صبري، الاستاذ سامي عبد الفتاح، والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل ومناقشه ملفات مهمه جدا جدا جدا. بعد الفاصل أساتذتنا الكبار في البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، أساتذتنا الحقيقه في النقد الرياضي. طبعا هم اساميهم اكبر من كده بكتير، ولكن انا دايما باخد من كلامهم يعني
ان النقد الرياضي هو البدايه في كل شيء يعني، ولكن هم اساتذه وكتاب صحفيين في كل واحد في مجلته او في جورناله او في موقعه. استاذنا الاستاذ جمال الزويري، ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسلام. منور. استاذ محمود، ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. استاذ سامي، مشرف ومنور. سامي عبد الفتاح، وحشتنا القعده الجميله دي بقى ان شاء الله نقعد قريب احلى كمان. استاذ عصام شرتوت، ازيك يا استاذنا؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. استاذ جمال، عايز ابدا مع حضرتك ان بوسط كل هذه الظروف وكل ما يحدث للنادي الاهلي خلال الفتره السابقه، النادي الاهلي اذا فاز في مبارياته المؤجله سيكون على قمه الدوري العام المصري. تمام. النادي الاهلي رغم ما يلاقيه من الاتحاد الافريقي يصل للمباراه النهائيه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم والأعرق والأقدم والأصعب في مش الأقدم ولكن الأصعب في قارة أفريقيا. هو ده هو قدر النادي الأهلي. يعني على فكرة طول عمرنا وإحنا بنسمع وعايشين قصة إنه ليه دايما يقول لك ليه النادي الأهلي؟ نعم. يعني حاجة غريبة، يعني ممكن جدا يطلع قرارات مع اي انديه اخرى من غير كلمه ليه. مع النادي الاهلي تحديدا يقول لك ليه. طيب اللعبه اللي حصل عليها جدل امبارح اللي هي الهدف الثاني، واضحه وضوح الشمس للعين المجرده الحقيقه انه صلاح مش متداخل. صلاح كان حسام عفوا حسام حسن مش متداخل اساسا، لانه لم يلمس الكوره لا غير ان هو مش متداخل، الكوره سابقاه لكن كمان الاساس يعني كمان هو ما حاولش حتى ان هو يلعبها، فنقدر نقول ان هو داخل في حتى لو لعبها. يا استاذ حتى لو يجب كل ده المشهد ده المشهد ده يبان كمان من رد فعل علي معلول بعد اثناء الفار، هو بيستغرب فيه ايه؟ طب هو ده لاعب استاذ جمال، ده لاعب بقى في لم يحركه ساكنا، اللي هي لحظات الكابتن اسلام عاشها، اللي هي لحظات خد وقت وانت شعر بحاجه كنت قلت ازاي وليه؟ ما قالوش حاجه خالص، محدش خد باله غير زعل يعني على الجون يعني. طبعا الحكم لكن المرمى. ارجع بقى لنقطه يعني رغم كل المضايقات ورغم كل العثرات اللي بتتحط قدام النادي الاهلي وصل الى المباراه النهائيه زي ما حصل قبل كده في كاس العالم للأندية رغم تعارض المواعيد، إلا أن النادي الأهلي برضو عنده قدر من التحدي، وخلي بالك ده هو اللي بيميز النادي الأهلي عن غيره من الأندية. أنت كل ما تحط له عقبات كل ما تلاقي اللعيبة حتى لو مش اللعيبة الأساسيين زي ما شفنا امبارح في غيابات كتيرة جدا، ومع ذلك أنا واحد من الناس اللي اتفرجوا على المباراة شايف أنه هذه الظروف الصعبه او المعاكسه فجرت جوه كل اللعيبه اللي موجوده. ايوه. بعد ما انبي تقدم بالهدف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الكم الجهد والاصرار والتحدي اللي ظهر على اداء لعيبه الاهلي. أيوة. عارف لو النادي الاهلي بيلعب المباراه دي من الاول بنفس الروح دي والشراسه دي كان حقق الفوز من البدايه. يعني انا عايز اقول ايه، رغم الظروف الصعبه الا ان هذه الظروف هي اللي بتخلي النادي الاهلي يصمم، والنادي الاهلي هنا بقى ممثلا في لعيبته. اي حد زي ما احنا دايما بنقول الفانيلا الحمراء بيبان فعلا اصرار اللعيبه، اي لعيب بيرتدي الفانيلا الحمراء بيجد عنده من الدوافع ان هو بيدافع عن الوان هذه الفانيلا، وهو يهمه جدا ان هو يطلع يرد على الكل داخل الملعب وليس بكلامه والخناقات والكلام دوت. طيب استاذ محمود، خلاص المباراه النهائيه هتلعب في المغرب ان شاء الله امام الجمهور المغربي، النادي الاهلي طلب عده طلبات حتى الان لم يصل رد بشكل رسمي اعتقد للنادي الاهلي، من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه؟ لا انا يعني اعتقد انه كان في اجتماع حاليا موجود، ما اعرفش الاجتماع خلص او لا. لا خلص من شويه، لكن يعني لما هيجي لنا حاجه لازم احنا طبعا لسه عارفين الكونكلوج او عارفين اللي ممكن يتقال، لكن مش هنقدر نقول حاجه غير لما يجي لنا. خلاص هي قضي الامر.
المباراه النهائيه يعني بقى انه فرقه الكوره. انا بتكلم على بقيه الامور بقى الجمهور. انا بكلمك اهو خلاص عزل الفرقه خلاص تماما عن الاجواء اللي مزبوط. انت شايفها دي استعداد للمباراه وخلاص، ولدينا وقرار الكاف خلاص، هم اصحاب القرار واخذوا واستندوا على حاجات كثيره جدا من الاول، لكن النقاط الاساسيه هي عمليه رحلات الجمهور. انا اتمنى انه يتم دعم رحلات الجمهور. انت محتاج في 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 المواجهه دي محتاج جمهور الكوره يعني طبعا. في ناس ثانيه عندها امكانيات وقدرات تسافر وتروح، لكن جمهور الكوره الحقيقي في في الاوضاع العالميه اللي احنا شايفينها والظروف دي الامور بقت صعبه، واعتقد انه اكيد في كتير من محبين النادي الاهلي اللي هيكون لهم دور في اليومين اللي جايين دول اذا كان في رغبه في المسانده، لانك انت بتطالب بنصف المقاعد ده حقك القانوني اللي بيلام عليه الاهلي حاليا. حتى الاتحاد الافريقي نفسه ما قالش في تسريبات تمت قال لك هياخد 12000 تذكره او 13000 تذكره، لكن ما اتقالش حاجه بصوره رسميه، وطلعت تصريحات من فوزي الاقطع بيقول للاتحاد الافريقي ادوا الاهلي اللي هو عايزه، يعني كانه الامور ايه هناك من عليك يعني ايه، انت الان اصبحت في دور بيمن عليك بحقك ماشي اعلن الاتحاد من وكمان ايه ده انت يعني. اللي انا عاوز اقوله يا كابتن اسلام اللي انا لاحظه من خلال المتابعه في الايام اللي فاتت، البعض يحاول في بعض الاعلام المغربي باسماء بعينها بتحاول تجرنا لمنطقه غير منطقه الرياضه خالص. لن يحدث لن يحدث يعني بيجرونا ولا عايزين نتكلم في النقطه دي. احنا اول حاجه قلناها يا استاذ محمود ودايما وحضراتكم قلتوها قبليه واحنا قاعدين، قلت لي ايه؟ قلت لي احلى استقبال واحلى قعده واحلى كل حاجه هتبقى في المغرب. لا يختلف على الامر. بالزبط. انا عاوز اقول حاجه. انت بتتكلم عن انا عاوز اقول ايه يا جماعه؟ ده ماتش كوره وبين فريقين كبار وبين دولتين كبار، واحنا ما كفانا بقى اللي حصل واللي بيحصل. يعني عاوزين اقول ايه؟ نخلي الموضوع في اطاره الطبيعي، لانه النادي الاهلي لا من قريب ولا من بعيد ولا جمهوره ولا هو راح ناحيه المغرب، المساله كلها في الاتحاد الافريقي ولوائح انت حاططها وقرار انت واخده من 2019 بتقول اذا جمع المباراه يبقى في ملعب محايد. ما تخليك زي اللي انت شايف الاتحاد الاتحاد الاوروبي عامل شكله ازاي، هو ده اللي كله انا بطالب بحقي. انا عاوز اقول ايه؟ اتمنى يبقى في جمهور للنادي الاهلي بالعدد المطلوب. بالظبط. اتمنى يبقى في تواجد مكثف وهنشوف مباراه رائعه اكثر ما يكون فيصلها الملعب. طبعا اختيار الحكم من جنوب افريقيا والطاقم الكلام الموجود بطاقم الفار، انا مثلا اتكلم على طاقم الفار على الحكم الاثيوبي. الحكم الاثيوبي ده ليه وقع مع فوزي الاقطع يا جماعه في 2019 في نهايه الكونفدراليه مع نادي الزمالك وتم الاعتداء عليه ولم يتم التحقيق في الواقع، فبرضه اختياره انا كنت اتمنى يتم الاختيار الطاقم يبقى تونسي زي ما هو عم اعلنه في الاول، وبعد كده عدلوا واستبعدوا بملاك سيمبا وجابوا بملاك رئيسي في الفار ومعاه هيثم قراط التونسي ومساعد من محمد عبدالله من السودان. انا عاوز اقول انه يعني بالعكس انا بقى عارف كنت اتمنى ان يتم تلبيه طلب النادي الاهلي كون اوروبي. كون اوروبي اذا كنت عملت كده يا استاذ محمود. ما هو مش هيرتك الاوروبي اللي هيقول لك ممكن يعني مش مستحيل. اذا كنت عملت لازم تتوقع كده يا كابتن. ايوه حبيبي انا فاهم بس هو انت طلبت لو عاوز ترفع الحرج بقى عن نفسك كنت تجيب حقك انت عملت كده كاتحاد افريقي يا جماعه. الكاف مش هيريد. لا مش لا مش ما هو مش هيديك الفرصه. اللي انا عايز اقوله يا كابتن هو مش انا اللي عملت. هو اللي عمل كده في تصفيات كاس العالم. انا بكلمه ايوه عمل كده. لا انا بقول الناس هو الاتحاد المصري طلب فيفا. الاتحاد المصري طلب. لا ما طلبش دوري الاتحاد المصري. امال مين اللي جاب الحكام بتوع تصفيات كاس العالم؟ لا بس الامانه فيفا. لا هو الاتحاد الدولي دي ماتشات تبع الاتحاد. بس كلامك صح. ليه؟ لان اللي خشيته على تصفياته بتاعه المونديال من هذا الفساد. اه طبعا هي ما هي الدايره. بس هو صاحب قرار بس هو عمل ايه في الاتحاد الدولي؟ عشان كده جاب الحكام الاداره ما شاء الله رايح على المحكمه. جاب الحكام الافارقه وجاب معاهم ايه؟ ايوه الحكم الفار اوروبي بيدب كانك انت بتشكك. مش عاوز اقول هو اللي بيشكك في نفسه. كانه الاتحاد الدولي يعني. رايحه له ايه؟ رايحه له يعني الاشارات هو عارف. مش عاوزين نضحك على بعض. زي ما انت عارف دلوقتي في الوقت الحالي اللي هو ايه انه التحكيم بصفه عامه ممكن التحكيم في مصر الاتحاد الدولي اعلن وفاه التحكيم في مصر بعد قرار اختيار القائمه بتاعت كاس العالم اعلن رسميا خلاص التحكيم في مصر في ازمه كبيره جدا. لا 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 كده يا استاذ محمد ازمه يعني. لا يا استاذ وعاوز اقول لك على حاجه لا في مفاجاه في تس... اه لا لا والنبي لا 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 بلاش عشان عشان احنا ايه والنبي اه لا لا حساسين. عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن اسامه انت طالما لا يوقفونا احنا يطلع حد يدينا كارت احمر واحنا قاعدين هنا يدينا كارت احمر على الرغم ان احنا ممكن نخرج ونرجع نخرج بره ونرجع نخرج احنا بنتكلم بالواقع يا كابتن اسامه احنا بنتكلم اللي احنا شايفينه ده اللي احنا شايفينه فعلا. التحكيم في مصر فين هو؟ فين هو؟ يعني انت في المقدمه قلت يعني حكم واحد في كاس العالم مساعد حكم بيقول لك مجامله اه
لا كمان بيقول لك مجامله. انت عارف مجامله لمين؟ الله اعلم. في معلومه قريتها لمين؟ بيقول لك مجامله لبكاري جسامه لانه واحد من المساعدين بيشتغل معاه. وده كفايه يعني. كفايه بس هو للامانه باختيار الفيفا يا ريته معدل. الاثنين اللي كانوا معدين تم رفعهم، امين عمر مراضاه لحد تاني صاحب الكابتن عصام الفتاح، وده على مسؤوليتي. أيوة نروح احنا الكل يا ما حدش يروح. الحاجه الثانيه طبعا محمود عاشور، لكن اللي ما يعرفوش الجمهور انه الفيفا يراقب بذات نفس سيادته هو في الدوريات مش في البطولات كمان الدوليه. طيب يعني معنى كده ان المباراه النهائيه دي يا استاذ محمود هيبقى في مراقبه شديده جدا من الاتحاد؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هيبقوا موجودين. شايف ان الاهلي يعني بيخوض معركه في مسارين، يعني مش ملعب بس. اداره الاهلي كانت واعيه جدا ان هي قدرت تحدد ملامح معينه تضع الاتحاد الافريقي في مواجهه. يعني ليه كانت المواجهه دي؟ هو اللي فرض على النادي الاهلي. تم فرض المواجهه على النادي الاهلي. هو اللي فرض المواجهه على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيرد عليه بس بذكاء وفطنه، يعني بطلباته السته اللي حددها. يعني كنت اتمنى حتى الان الحقيقه كنت اتمنى هو مش هيردوا على حاجه. هو مش هيردوا على حاجه بس يعني انت بتثبت موقف. يعني ما هو اهم حاجه ان انت ما يقعش عليك ظلم وانت سايب. وعندك ايه؟ لو الاهلي لقى مسانده من الاتحاد المصري ما كانش ده حصل. قول لي يا استاذ محمود. اساتذه انت تعرف لما المفاجاه بتاعت ايه؟ التاشيره بتاعت يوم 30 دي، تعالى خدها الصبح. لا يا ريت الصبح بعد اذنك. لا والله من الساعه 2 للساعه 4. طيب حلو. يعني كمان كامل. ايوه والله يا جماعه. يعني تروح الماتش امتى؟ روح بقى على الكافيه. لا روح الكافيه، اقرب كافيه. لا ما هو يعني مثلا اللي ساكن في زايد يروح التجمع يبقى طلع برضه بالتاشيره. أيوة طلع بالتاشيره. يعني طبعا يعني الحمل على النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي كبير، بس دي مسؤوليه مع يعني الفرقه قدام وموسوماني واللاعبين قدام الجماهير ان هم يحطوا ورا ظهرهم كل الكلام ده كله. ده صح. صح. يعني لازم يكون التركيز في الملعب هو ده اهم حاجه. ده اهم حاجه دلوقتي يعني. اللي ضرب ليها مسار والفرقه ليها مسار. عارفين ان ده. وخلي بال حضرتك ده كان اول حاجه طلبها كابتن محمود الخطيب خلال الفتره السابقه. اول حاجه اتقالت يا جماعه انتم مالكوش دعوه. اه بالظبط كده. اي حاجه احنا مالكوش دعوه. خلينا احنا باعلامنا بشغلنا بطريقتنا باسلوبنا كاداره. انتوا خليكم مركزين في الملعب. في الملعب فقط. عشان كده عمل ايه؟ يعني هو فوق انا فاكر البيان اللي اتعمل فيه ست سبع حاجات. من ضمن الحاجات اللي اتقالت هي كانت اخبار اكتر منها بيان، ان قالك ايه؟ قالك فوق احنا النادي الاهلي لن يترك حقه، تحت كابتن سمير عدلي وكابتن سعد حفيظ هيسافروا قبل الفرقه بيوم او يومين علشان يظبطوا الامور هناك. الحاجات المعتاده عادي جدا. يعني انت فاهم يعني معناها ايه؟ معناها ان انا لن اترك حقي ولكن انا ماشي بالظبط على الجانب السليم، مستهدف البطوله ان شاء الله. ده المهم اللي يكون عند اللاعبين والجمهور. يعني انا مش واقع جمهور كبير قوي يروح، بس اللي ممكن اللي يعني تواجد قوي جدا ومساند وحاسس لعبتنا ان 100 مليون مصري معاهم. واي عدد على فكره هيؤدي الغرض. اي عدد من الجماهير يعني هيبقى صوته ان شاء الله. انا بس يعني اختار لهم مكان مميز ما يحطهمش في ايوه طبعا اللي انت عارف. انت عارف يعني احنا عاوز اقول لك على حاجه. خلي بال حضرتك اللي انا شايفه ان هناك تعاون كبير جدا جدا بيحصل دلوقتي ما بين المسؤولين في مصر والمسؤولين في المغرب وبتتضافر كل الجهود ان يخرج النهائي الافريقي بشكل جيد حتى جماهير فنيا جوه الملعب. احنا متاكدين بس برضه فريق الاهلي فريق كبير بنطالب حاجه كابتن. يعني انا بطالب فئه معينه افراد انا بشوفهم على السوشيال ميديا من المغرب بقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه، لان احنا ما بنعملش كده. يعني ولا هنعمل ولا هنعمل، بس انا بقول لهم بخاطب فيهم برضو ال ال الضمير يعني العربي والضمير ال تمام صداقة تمام. بس هو استاذ عصام المهني كمان المهني مظبوط المهني يعني تمام تمام. احنا كلمناهم احنا لا بس خلينا نقول الجمهور يا استاذ سامي بالظبط. يعني قليل قوي ده اللي انا بقوله. فيهم اعلاميين قليلين قوي معلش برضه ما هو معلش لا احنا بنفكرهم ان احنا ما بنتكلمش خالص على المغرب اطلاقا. طبعا ما هو ولا على هو ده السؤال للاستاذ عصام. هو انا لما اجي اتكلم واقول يا جماعه انا حقي ان انا ما العبش في المغرب، وانا حقي ان انا اقول ان ثلاث سنين ورا بعض في المغرب، حقي ان انا كاهلي يعني حقي ان انا اقول ان انا محتاج نص الملعب
يكون من حق الجمهور. اكمل بس يا استاذ عصام، حق ان انا اكون، حق ان انا نص الملعب يكون من حق جمهور النادي الاهلي، حق ان يتم المسؤولين في السفاره المغربيه او المسؤولين في المغرب ان بدل ما نطلع يوم 30 كالعاده 10 ايام السفاره بتاخد 10 ايام، وده شيء محترم جدا وعلى دماغنا، دي حاجه يعني دي حاجه قيود مغربيه، دي مش الدوله، احنا مش دعوه بيها، الدوله مالهاش علاقه بيها، ولكن دي حاجه جديده بتحصل او حاجه استثنائيه بتحصل، من الممكن ان يكون كل ده ملوش اي علاقه باخواتنا استاذ عصام في المغرب، ملوش اي علاقه والله، ما له اي كابتن علاقه. يا كابتن ما انا وانا يعني بتحلف له انا مغربي يعني المقصود ايه؟ انه انت لو عندك كفرنج يعني انت النهارده لا تستطيع ان تلوم لقجع رغم اي شيء نعلمه، لكن لا طبعا لا هو طبعاً يعمل من اجل منظومه طبعاً الجامعه المغربيه لكره القدم طبعا. القرار اللي سمي بين تنصيص فوقي يعني مش اقل من وزير الشباب والرياضه ولو بيسموها هناك الشبيبه والطفوله، انه مباراه الديربي اللي طرفها الثاني وهو يعني ربما الاعمق شويه جماهيريه من الوداد وهو الرجاء، صمم أن يأخذ حقه كاملا وأن يلعب يوم 25، فيأتي قرار فوقي بعدم لعب هذه المباراة، بل لا يحدد لها موعد كمان، كلنا وداديون إلى أن يلعب الوداد. هنا بقى لو إحنا عندنا كفر السيد جمال لقجع برضو بتاعنا هنا مثلا أو السيد هاني لقجع، تضافرت جهودهم انهم يوصلوا الرساله اللي انت بتقولها، وده كلام بجد. مين بقى مين السيد هاني لقجع ده؟ اللي هو لقجع بتاعنا، ما كل حد عنده لقجع بتاعه. المفروض بقى ان احنا كنا نشتغل على ده وان نكون حاضرين في الميعاد، انك انت تقول ان الاجراءات هذه تقابل في مصر بالتاشيره المره الواحده في المطار، التاشيره المجمعه، كلنا سافرنا ده في بلادنا العربيه، واتوا مؤخرا يعني جماهيرنا في المباراه في بالظبط، واتت جماهير السنغال، فما بالك بوطن واحد وعرق واحد. انما هؤلاء لم يفعلوا اي شيء للامانه بقى. خلينا كان مكان اخويا سامي قالها وانا سمعتها اهو دلوقتي حالا، انت الان الاهلي في هذه المعركه وحده، ولكنه يتصرف بمنتهى الاحترافيه، بمعنى على لاعبو الاهلي والجهاز الفني ان يعوا تماما انه في الاخر انت في المغرب، انت مش في مكان يعني مهجور ولا غير مأهول، انت في بلاد اقصى مناوشات كره القدم بتحصل. وانا باكد لهم اهو وبتحصل تحصل وحلو ولا ازمه بالظبط، لكنك يعني وده دور اعتقد سيد عبد الحفيظ شغال عليه كويس، واكيد معاك كابتن سمير عدلي وحسام غالي لما بيعدي والكابتن خطيب قالها على طول بقى مقفوله، محدش له دعوه بالموضوع خالص ده. وبالتالي ده عليهم بقى ان يقدموا خلاصه جهودهم. هنا مفترق الطرق، انك انت بتتدرب على ده، وسبحان الله تاتي بقى روح الفار الله يرحمه والحاجات دي علشان تخلي اللعيبه يبقى عندها حصه تدريبيه على ما يمكن ان يواجهوا به في منظومه التحكيم اثناء المباراه وحاجات زي كده. وبالتالي الان الفريق عليه ان يلعب بكفاءه، وانا اتصور انه النادي الاهلي يمتلك من الخبرات اللي يقدر يسكت بيه الملعب، وكان عنده بروفا في فاق ستيف يا جماعه بالظبط، انك انت عرفت والرجاء لا خلينا كمان في فاق ستيف اللي كان محمل يا محمود بان هو يعمل اي حاجه صح لتاريخه واسمه صح. الحقيقه طبعا كانت منازله شريفه طاهره من الاخوه الجزائريين طبعا. لكن كمان قدر النادي الاهلي ان يجعل الملعب يعني هادئ الطباع بايه؟ بكره القدم التي لعبها النادي الاهلي، اللعيبه خلاص ده موقف الاهلي سيراعيه لما يعرفوا بقى الاجراءات، لكن النادي الاهلي كل اللي بيصمم عليه ده هو تجميع لملف واضح وصريح، والا ما كان جوميز قد تغير، والا ما كانش رئيس الويفا جاي، وبالتالي يمكن انا يعني قلنا مع بعض هنا حبذا لو النادي الاهلي يعني يوجه الدعوه لنجوم كبار عشان تبقى جرصه والناس تتفرج، اعتقد اللي حصل ده لصالح فنيات واحترافيه كره القدم، لا له دعوه بقى بشعب المغرب ولا له دعوه باي حاجه صح. لكن لما تعرف انت ان بعض المسؤولين في خمسه شارع الجبلايه بيقولوا المعارف من المغاربه هنعمل ايه، هو الاهلي كده نعم بدل حلوة. ما تقول له الموضوع مش خاص بيك حلوه دي يا خبر ابيض يا جماعه، يعني مش ممكن مش ممكن انك انت مقابل يعني يا دوبك عشان عايز الناس تعرفك تبقى بتتكلم بالشكل ده مع الاشقاء المغاربه، يا اخي فهمهم انه ده
مش موضوع مصر والمغرب ولا حتى الاهلي والوداد، لانه يفترض في ظل منطق مباراه في ملعب بيتم اختياره زي كل العالم المتحضر، ولا افريقيا ومصر والمغرب شبهه طبعا، انه ده ملعب لاتنين ضيوف فيه بالمناسبه. ما حدش قال ان الوداد هو اللي واخد الماتش. لازم الاشقاء تصل لهم هذه الرساله، وده ممكن يبقى دورنا من خلال حضراتكم بالظبط كده يا استاذ. يا جماعه ده احنا وانتوا هناك، ده اللي هينظم الماتش حتى خفوا عن اللي انا سامعه كمان، يعني مش الاتحاد المغربي ده مزبوط. الاتحاد المغربي بيعمل يا استاذ كابتن اسلام يا استاذ محمود، يعني الاساتذه الكبار حضروها قبلنا، اللي هي فكره اللجنه المنظمه اللي هي ايه بتاعت البلد دي. تمام. ولا علاقه لها زي اللجنه اللي انت خاطبته هو يا ريس، ما انت مش هتخاطب الاتحاد المغربي ملوش ضرر. الله ينور عليك، لو سمحت سهل لي تاشيرات الدخول، لو سمحت اديني الملعب، لو سمحت اعمل لي كذا. مقابل الفساد الذي يوقع بين طرفي النهائي الوداد والاهلي بشعبويتهم هم، لانك انت ما انت مش الاهلي الاول اللي مش طبعا مش بعيد، يعني ان انت لا مش عشان حاجه، هو القرعه قالت ان الاهلي الاول. ما اقصدش يا كابتن، قصدي ايه يعني انت مش بعيد انك تلاقي بهوس كره القدم رجائيين او غيرهم مش حابين الوداد يكسب، ده طبيعه كره القدم. طب يعني هو بتاع مانشستر يونايتد عايز مانشستر سيتي يكسب؟ لا طبعا. بس انت شفت واحد من بتاع الرجاء طلع والنبي قال لا ما اقصدش انا لا 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 ده الرساله دي للاشقاء، هو بيقصد حاجه ثانيه، بيقصد حاجه ثانيه. ده شفت حد من جماهير الرجاء وانا بتوع الرجاء طلع قال واحنا نساند النادي الاهلي و... يا راجل هو ده يصلح اصلا؟ دي حاجات بتبقى في السر. انا عاوز بس عاوز اقول لك يا راجل اذا كان انت بتتكلم وبتلقي بكره نار على حاجه ثانيه خالص. ما انا فاهمها والله جوه داخليا. طيب. واحد يطلع بعد ما يقول كلام محترم يقول لك ايه هو لو كان الهدف ده مش للنادي الاهلي كانت الدنيا سكتت. طب ايه رايك في الروح الفار يا كابتن عصام يا ابو عبد الفتاح؟ ها في الفاول اللي مش فاول اللي جت جون، في الروح الفار بقى؟ مش ده برضو كان يستحق الروح الفار؟ بروح الحلقه ما طبعا روح الحلقه روح الوقت حاجه جديده روح الوقت في حلقه وحد قال لك وحد قال لك روح الوقت يا جماعه والله العظيم. لا وايه بقى في سؤال انك انت يا فلان شفت الوقت؟ قال اه هو فعلا ضاع وقت كتير بس برضه 7 دقايق ليه؟ نعم يعني انت مقرر ان في وقت كبير دلوقتي يا استاذ عصام. دلوقتي احنا عندنا كل حاجه وليها روح. يعني حضرتك ممكن دلوقتي ايه تقول لي روح البدله، يعني ما كل واحد يقول اللي هو عايزه بقى. في روح الروح هو من الواضح في روح الروح. الروح. من الواضح جدا ان كل واحد بيقول اللي هو عايزه وفي النهايه يقول لك انا يعني انا برضو عاتب جدا على الكابتن عصام وده هطلع فاصل وبعد فاصل ارجع اسالكم فيه لانه انا يعني احنا بنحترم كلنا الكابتن عصام كشخص وكقيمه وككل حاجه ولكن يعني ايه روح الفار صحيح؟ ويعني ايه روح البروتوكول ده؟ يعني ايه روح يعني ليه انت ليه انت مصر على حكام بعينها في نفس الماتشات على فكره وفي نفس الماتشات ونفس الماتشات وهو ميدو سلامه ده في نفس الماتش بنك الاهلي السنه اللي فاتت ثنائيه الثنائيتين اللي بين الاثنين عاشور والحنفي مصرين مع بعض فار وملعب ده العكس ليه يا استاذ عصام ليه التحكيم في مصر دايما المشكله في النادي الاهلي يعني ان احنا عندنا انا عندي مشكله ان انت بتلغي لي هدف او بتخسرني نقطتين بالظبط او بيجي جون زي اللي جون امبارح والله انا يعني احنا الناس اللي قاعدين كلهم شايفين ان الكره دي جون مش محتاجه جدل خالص مش محتاجه يعني السبع ثمان دقائق اللي فضلنا قاعدين انت بتسال ليه النادي الاهلي عشان النادي الاهلي هو فير مش عايز غير حقه النادي الاهلي هو منشر على انه لما يجي محلل تحكيمي ما يبقاش بيتكلم لصالح الاهلي بيقول في وسط قناه النادي الاهلي والجمهور الاهلي اللعبه دي علينا مش لينا لكن انت ما تعرف طيب انا بس برضه عشان 7000 جنيه يا جماعه فانت لما تشغل عندك 40 حكم لو شغلت 7-8 اصحابك كل واحد بيروح معاه 50000 جنيه في الشهر تمام فلازم ينصحوا بقى طيب. ويشوفوا الفريق المحترف الفريق اللي مش عايز منك حاجه ده طيب. ازاي يبقى بيحد من وجوده ولمطته دي بين قوسين تمام خلينا نطلع فاصل يا استاذ عصام وبعد الفاصل هنرجع نقول قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعه اليوم بس عايز اقول حاجه عشان نبقى قفلنا ده هل يصح وانت بتكلمني عن تطوير التحكيم ان لا الثنائيات زي ما قال اخويا محمود واكدوا الاساتذه ولا غيرهم دوليين كانوا او درجه اولى يروحوا الملعب من غير عده يا راجل لا معاه اللي هو الرزاز اللي بيعمل العشر ياردة ولا معاه أي أدوات مع إن دي بقى في أول كتاب روح المعدات اسمها كده معدات الحكم النهارده ابراهيم نور روح المعدات وروح روح يا أخي طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل تمام يا أستاذ عصام بعد الفاصل بعد الفاصل قرارات بعد الفاصل قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي وسؤالي لأساتذتنا هنفضل كده لغاية إمتى؟
هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. نستعرض معكم نتاج ونتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم في النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لبحث الترتيبات الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا. استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام بها النادي وقام بالتصعيد واتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في ملعب عينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة. كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاد لجماهير النادي الأهلي، وعلى أن يقوم النادي بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية. وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام القليلة المقبلة. وعليه جاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي: أولا، الاستمرار في الدعوة في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة أن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. ثانيا، قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع ما قيمته 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذه المبالغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. وحرص المجلس على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. ثالثا، الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا مع الاتحاد الإفريقي فقط والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها. أخيرا، تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني. هذه القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة الذي دعا إليه الكابتن محمود الخطيب اليوم بالنادي الأهلي بالجزيرة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المهمة الوطنية وأن يحقق البطولة 11 في تاريخه بإذن الله. كل أمنياتنا الطيبة لجماهير النادي الأهلي أن تبقي النادي دائما في المقدمة كما كانت. شكرا لكم. هذه هي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. خلونا نناقش هذه القرارات مع أساتذتنا الكبار. أولا، الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا ما كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن، وده اللي كنا حضراتكم طبعا أشرتوا إليه، بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. يا أستاذ جمال، شوف يا كابتن، موقف إدارة النادي الأهلي، خلينا نتكلم على الجزء ده، واضحة جدا من البداية. أوكي. وهي الفصل بين المباراة نفسها بدليل أنه لم يشير مجلس إدارة النادي الأهلي ولا مرة إلى فكرة الانسحاب، ولا اسم نادي الوداد، ولا اسم نادي الوداد إلا لا. شيء جيد. لا طبعا. وفكرة الانسحاب نفسها لم ترد من بداية الأزمة. يعني إذن النادي الأهلي من البداية هيلعب المباراة،
هو كل ما يفعله النادي الاهلي هو ان هو بيسعى الى العداله. نعم يسعى الى العداله او الى ارساء. استاذ جمال عارف قد تكلف الاهلي ايه اذا ما اعيدت المباراه وان شاء الله يكون فائز ان تعاد المباراه والاهلي موافق، يعني عشان الناس تعرف قد ايه هو بيبحث. لا ولا انا اصلا انا اللي يهمني الاهلي يفوز ان شاء الله بالكاس. قرار اعاده المباراه يعني اعاده المباراه، يعني يلعب تاني ومع ذلك يوافق عشان مبدا العداله. انا كل اللي بيهمني في القصه انه النادي الاهلي مبداه من البدايه لم يتغير، يعني اللي هو ايه ان هو رافع دعوه في المحكمه الرياضيه مش على الوداد ولا على كذا ولا على كذا، هو رافعها لارساء مبادئ العداله ومؤكد من البدايه. وده برضو مش النهارده بس، بعيدا عن العلاقات الوديه بين الاهلي والوداد كفريقين شقيقين عربيين، لا خلاف ولا يستطيع احد يا كابتن اسلام ان هو يزايد، حتى بعض الناس حاولت تزايد وما عرفتش. تمام صح. ناس صح. كتير حاولوا ان هم يستفزوا، ما عندهاش منطق اساسا، لا ان هم يستفزوا اداره الاهلي الى اتخاذ، والنادي الاهلي مش في موقف ان هو ياخد قرار عنتري غير مدروس، مش مزبوط. ليست عاده في النادي الاهلي. وبالتالي كمان الجزء المهم اللي هو قيام النادي بدعم التذكره. هنتكلم عن النقط دي ولا عايز نتكلم بعدين؟ دي النقطه دي لكن هي النقطه الاساسيه. لكن ثانيا النقطه الاساسيه ان موقف النادي الاهلي من البدايه واضح ومحدد جدا، ويعاد التاكيد عليه كل مره عشان اللي ما سمعش يسمع واللي ما عرفش يعرف، سواء هنا او هنا، هنا وهنا وجوه وبره في كل مكان. مزبوط. هو موقف النادي الاهلي تمام لا يتغير بقياده الكابتن الخطيب. الاتحاد الافريقي لا في الجامعه المغربيه ولا الوداد بشان الشكاوى خالص، الاتحاد الافريقي مظبوط. دعم النادي لائحه اليوم الواحد، وده اللي حضرتك كنت بتقوله يا استاذ جمال. ايوه فهمت. دعم النادي لائحه اليوم الواحد لجماهير الاهلي الراغبه في السفر الى المغرب لمسانده الفريق بواقع 3000 جنيه لكل مسافر، لكل فرد من المسافرين. ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتين السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. تمام. وتم توجيه الشكر، أو وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. صح استاذ محمود. قبل ما ادخل في النقطه دي معلش، طبعا لانه لازم، انا اسف قبل هنروح ولكن عشان تبقوا حضراتكم عارفين، والاهلي ما ينفعش يطلع يقول انا هحط من خزنه النادي هدفع الجهه الاداريه، لازم موافقه الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه. عشان كده احنا بنشكر جدا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على تفاهمه فعلا زي ما بيقول البيان. ده مهمه وطنيه بالظبط، كده النادي الاهلي برده مش بتاع الزهو ان هدفع، لا الاول رتبها مع ممثل الدوله بالظبط كده. هو ده الاخر، لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان في النهايه يعني عشان في ناس بتسال، اصل عمالين يبعتوا لي الناس عماله تبعت، هو ايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه او وزاره الشباب والرياضه يجب ان توافق على اي جنيه طالع من النادي الاهلي، وبالتالي حتى لو كان أو دعم هيدخل لخزينه هيخش. صح جمال عادل. فعشان كده شكر وتحيه للدكتور اشرف الحقيقه وزير الشباب والرياضه لموافقته وتفهمه لهذا الامر. اتفضل يا استاذ محمود. في نقطه في النقطه الاولانيه الجزئيه، اتفضل. تجاهل الاتحاد الافريقي لمطالب النادي الاهلي، يعني اربع ايام انا منتظر ترد علي ما تردش علي. عامه ده مش جديد عليهم، يعني دي مدرسه يعني على مدار عمرنا في الرياضه بنشوف ان الاتحاد الافريقي ما عندوش فخر يا استاذ محمود. لا لا بيتعامل تشعر بعنجهية وغرور كبير جدا وتجاهل، وكأن الأمر يعني مع مين؟ مع النادي رقم واحد في أفريقيا، يعني هو مع بطل الأبطال، يعني إيه؟ على الأقل يا أستاذ سامي يبقى في نوع من الاحترام وتقدير لهذا الكيان وإدارته، حتى بالرد لا أنا مش هحقق لك ولا حاجة من اللي أنت عايزه، اعمل اللي أنت عايزه خلاص، أنا برد بقى، لكن أنت إنك تقفل وما تردش عليا وسايبني وبتقول وأنت المسؤول. أنا مشكلتي معاك مش مشكله شخصيه، ده مشكله حقوق. انت راجل كمنظم، احنا مش بنلعب في دوره رمضانيه،
ولا دوره مراكز الشباب، بطوله من البطولات الكبيره العالميه بعد دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا، قبليهم دوري امريكا امريكا اللاتينيه والكلام ده. لكن احنا رقم ثلاثه، رقم ثلاثه في الترتيب. كان يصح النادي الاهلي يروح مونديال الانديه بدون لاعبين دوليين؟ ما خلاص، ما هي دي ما انت خلاص قدرك بقى كده بتتعاقب على انك انت عاوز تاخد كل حاجه. ما تسيب حاجه في السكه بقى تقع منك بقى. انا معاك، انت طماع ليه كده؟ انا معاك في النقطه. ما تسيب حاجه. طيب يعني النهارده الدوري الانجليزي خلص يا عم. النادي الاهلي مستهدف. ها الدوري الانجليزي خلص يا عم، فاخر خمس زي. انت عاوز تاخد دوري ابطال افريقيا، وعاوز تاخد الدوري، وعاوز تاخد الكاس القديم، وتاخد الكاس الجديد. انت ايه يا عم؟ انت بس مش عاوز حد. مش هي بص، هذا هو المنطق وهذه هي الحقيقه اللي احنا بنهرب منها. انا عاوز اقول لك ايه، انا كنت اتمنى ان لازم نسجلها. باتريس متسيب لما جه سمعنا كلام جميل جدا، هطور وهنور الملاعب والمباريات هتبقى كلها بالليل، مفيش حاجه اسمها ثلاثه الضوء، وهعمل الفار في كل مكان وهنشره وسيعم ارجاء القاره. كل ده الكلام 10 10. وفي الاخر قالوا النبي يا استاذ فوزي، انت والراجل بتاع السنغال نبي اختاروا الملعب، انا مش فاضي. شوف، عندما يتم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة رقم واحد من يوم 25 مايو عشان الباشا رايح يتفرج على نهائي أوروبا يوم 28. بتقول لي تفرق فين هو لما اللاعب 25 وسافر؟ لا ده عاوز أسألك سؤال، ده أنت هنا ظلمت مين؟ عملت إيه؟ خليت كمان اللعيبة المحترفين الموجودين في النادي الأهلي ليهم منتخباتها تلعب. أنت كده خليت الأهلي يتدخل ويعمل يعني يفهم الناس يعني عندنا مشكلة، أنا عندي موقف صعب. فأنت عشان مزاج سعادتك خدت بعضك ورحت فرنسا، وبعد كده ابطال افريقيا ده تلعب في اي وقت. احنا عارفين انه في المغرب والدنيا جماعه مع بعض، اخوات مع بعض، يتصافوا مع بعض. قال لك الفار في دوري دور المجموعات من غير فار. طبعا، امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا ما احنا بنقول لك، بنرد على الكلام يا ريس، على كلام يعني. هناك تجاهل واضح وبامانه مش مفهومه. لا يعني هل يستحق الاهلي وتستحق الانديه الكبيره المشاركه وقيمه القاره العظيمه دي انه يتم التعامل مع اقوى بطولاتها بهذه الطريقه؟ يا استاذ محمود، ما ده غير الاعلام وثقافه الاعلام. ده محتاج ان احنا ان شاء الله لما يبقى في اتحاد كوره في مصر وممثل قاري يناقشوا ده بما يساوي اسم مصر والنادي اللي من غيره البطوله دي تقل ماديا ومعنويا. ما دول مش موجودين. دعم النادي الاهلي ياخدها على دراعه. دعم النادي لرحله اليوم الواحد لجماهير الاهلي الراغبه في السفر الى المغرب خطوة كويسة. 3000 جنيه عن كل 15 خطوة كويسة رغم الظروف بأمانة شديدة. 14 وشوية ولا 15 900 وحاجة. أنا أتمنى وزارة الرياضة كمان، أتمنى من الدكتور شوقي يحط يده كمان. يعني أتمنى منه زي ما تم تنظيم رحلات المنتخب الوطني في الكاميرون. يصعب شوية يا أستاذ محمود، للأمانة يصعب، عشان ما يبقاش سنة، عشان نبقى عملاء يعني. أنا أفتكر ماتش مصر وزيمبابوي في ليون في فرنسا، 93 كاس العالم المنتخب، كاس العالم عشان بس يعني طلعونا جماهير بالصحفيين مفتشين يا سامي. ما هو ده اللي بيقوله سامي. ما ينفعش مع مش هينفع مع الانديه حتى لا يفصل. يا جماعه مشروعيه ولا تنسى انه اللي مغيب الاحتراف اللي ما كانش يكلف خزانه الدوله بل يضر لها ارباح، اللي عاملين الدوري ده واللي سامحين بانديه كذا كذا وطموح وكذا، فلا في اصلا دخل ولا انكم، وبالتالي مشكوره هنا في هذه المساهمه من خزانه النادي الاهلي عشان ما تبقاش سنه. ده يا جماعه صعب. استاذ عصام، ان وزاره الشباب والرياضه ساهم بقدر في تعامل جانب من سامي. ما ينفعش هيبقى سنه يا استاذ سامي، دي خزانه عامه. سنه حسنه يا جماعه. الاهلي مش مصر يا جماعه، ولا الزمالك مصر، معلش بقى. لا مش احنا بنتحدث كاعلام. لا يا ريس، ازاي الا في الاجراءات. مش مصر يا ريس، ده من لا مصر. لا معلش، من مصر. من مصر تفرح شوارع حمراء. لا هي مش قضيه خلافيه. النادي الاهلي وفي اعلام النادي الاهلي لازم نقول للناس كلام يطلع في المظبوط. يا استاذ عصام، رئيس الاتحاد المغربي الاستاذ فوزي الاقد دعم الوداد ودعم نهضه بركان يا سيدي، اعتقد مش عارف 8 مليون سنتيم او مش عارف ايه. اتحاد الكوره، انا ثواني بس بوريك اهو. ما هي دي دوله، هل هياخد القرار من نفسه؟ اذا الدوله ما دعمتش وقفت مع في حدث زي النادي الاهلي. طيب بعد اذنكم، بعد اذنك يا استاذ عصام، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك.
ايضا هناك الرفض القاطع لمحاولات البعض اثاره خلاف مع نادي الوداد يا استاذ سامي، والتاكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الاداره بان الخلاف القائم حاليا هو مع الاتحاد الافريقي فقط. ده واضح من البدايه خالص ان الاهلي مستهدف قرارات الاتحاد الافريقي، لم يقترب من الوداد باي حال من الاحوال. ايوه، وكلام العبارات واضحه وبياناته واضحه، بالتالي يعني الاخوه في الوداد او في المغرب اذا كان هناك بعض الانتقادات فهي مش قائمه على اي سند، ولازم يوصل لهم المعنى الحقيقي. يعني دايما الاهلي لعب السنه اللي فاتت في نفس الملعب، لعب من اسبوعين ولا شهر في مع الرجاء. بالظبط، لا النهائي كان نهائي يا استاذ جمال برضه النهائي في نفس الملعب في كايزر تشيف، ما فيش اي اعتراض. فإذا كان بيبحث عن حقوق أدبية أو معنوية فده من حقه، ليس الإخوة في المغرب داخل مش طرف. المسألة كلها ضد الكاف وارتباكاته وقراراته الغريبة، يعني هو مش شايف غير المغرب، يعني ده سؤال كبير، هو مش شايف غير المغرب. يعني مش عايزين نقول عشان فلان جوه المكتب التنفيذي، مع ان النادي الاهلي يا استاذ سامي قال لو كان عمل زي المره اللي فاتت وتم اختيار كازابلانكا او غيرها من المدن المغربيه ما كان هناك اي الكلام ده يعني. ما يبقاش قبلها باسبوعين ثلاثه بالظبط، قبلها باسبوعين ثلاثه من بدايه من بدايه لا بعد ما تحدد البطوله مين الطرف النهائي. وبعدين يعني انا مره مغرب مره تونس مره مصر، ايه المشكله يعني؟ انما يعني على طول المغرب، هي دي النقطه، دي النقطه، دي النقطه بتخلينا نحط 100 علامه استفهام. الناس في الكاف دول بيفكروا ازاي او عايزين ايه؟ انا مع الاستاذ محمود ان الاهلي مستهدف في هذه البطوله من البدايه، كفايه عليه كده قوي. ارجع بقى 2007 بقى بالظبط، افتكر بقى 2007 وتمت العمليه ازاي في تونس مع النجم الساحلي ومباراه العوده واللي حصل فيها من حكم الحكم الكاميروني وانذار تاني البركات وعدم ضربه جزاء، كانت يعني مش انا اللي عاملها لك. أيوة، انا اللي مصاها. ماشي، وهنا في القاهره، وهنا في القاهره ضربتين جزاء لشديد إناوي ابو تريكا ولشديد إناوي. على فكره الاتحاد الافريقي لما بتيجي الكتيبه ساعات بيجوا ناس فاسدين بس بيفهموا شويه، فعارفين ان الاهلي هو المنجي لفخامه البطوله وارباحها. رعاه بتنزل 30% على فكره لو النادي الاهلي مش مشارك، ده كلام لوجيك يعني، او قصدي موجود. اكنه بيجي ايه بيضرب نفسه طلقه لما بيتامر على الاهلي. طب يا عم انت لو خرجت انت بتتكلم في ايه؟ لكن ارضاء زي ما انت قلت وسين وصاد ساعات ايه عايزينه يمر يعني. لكن الامر انه الاهلي فعلا، وانا بقول لحضراتكم وانتوا اساتذه يعني وعارفين وعلاقاتكم، ان هم مرعوشين للاهلي يقول مش هلعب حتى ما موقع عليه من عقوبات، لانه بيدور على البطوله المقبله كيف يتم بيعها يا جماعه بدون النادي الاهلي. جميل، الاهلي هيلعب الماتش وان شاء الله يستهدف. لا ده انا بقول الاهلي يستهدف، مش هما بيستهدفوا الاهلي، الاهلي بيستهدف الاخر البطوله ان شاء الله باذن الله. وهو وده على فكره لازم برضو احنا يعني يبقى تركيزنا على ده، تركيز ايه؟ اللعيبه وتركيز الاعلام المصري ان شاء الله رغم كل هذه المحاولات والتمثيليات. بس يا جمال الاعلام المصري مخترق من جوه للاسف الشديد. يا سيدي انت بتتكلم على بس كتله بسيطه 90-80%. على فكره الناس بالكتير بتتفرج على حضراتكم وبنحاول عشان كده 80% الاعلام يعني ان شاء الله مع النادي الاهلي يعني في الاول والاخر يعني ده بيلعب باسم الكره المصريه. ما احنا قلنا يا استاذ سامي الاهلي لما حد بيتحداه بيستنفر. انا ان شاء الله بقول لكم دي مشاعر النصر. اه والله صراحه يعني. انا امبارح الحقيقه بعد مباراه امبارح شفت ان الناحيه المعنويه والنفسيه انت شفت ايه ده الماتش ده غريب جدا. والله غريب، انت وصلت لقمه الياس والاحباط والمباراه خلصت 94 في واحد يجيب جونين فوق ال 95 بلس 95 نادي الاهلي وعلي معلول والنادي الاهلي. ماتش يعملها للنادي الاهلي والله نظرا عن صاحب الاهداف صراحه طبعا هي بغض النظر صح. عندي بس يعني لو اضافه ممكن اقول بس اخر خبر او اخر قرار تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثه فريق الكره في النهائي الافريقي وترك تحديد موعد السفر
الفريق لرؤية الجهاز الفني. كل حاجة بص في محلها ازاي. الجهاز الفني هو اللي يقول عايز اروح امتى اقعد كام يوم. المجلس فوض محمود الخطيب، وانا بقول لكم كما يخرج مشجعون سيكون هناك ايضا اعضاء مجلس الاداره هيسافروا وعلى حسابهم. هو ده النادي الاهلي، محدش بقى يقول لك الطياره ده الطبيعي يعني. عايزين بس ايه يعني نوحد كده الصف ونقول للرعاه قبل رجال الاعمال لمبه ال 11 يا مسهل يا رب للرعاه قبل رجال الاعمال عليكم ان تلعبوا دور. يمكنكم وانتوا كلكم عندكم ناس يعني اكتف كده وكرييتيف والشباب العظيم اللي بيخطط لكم الحملات، تستطيعوا ان تفوزوا بما هو ماده اعلانيه عبر الجمهور. يا سيدي بتيشيرت تكتب اسم المنتج على قرطي اللي انت عايزه، وتساهم في ثمن غالي ونفيس هو رحلة جمهور النادي الأهلي. الرعاة الرئيسيين للنادي قبل رجال الأعمال المحبين للنادي. يا ريت بقى نتفق كلنا إن إحنا نروج لده يعني طبعًا. وأنا أعتقد إن دي كمان فيها بيزنس غير حب الأهلي، كمان فيها بيزنس ليهم يعني. في البنتين اللي هما الكفيفتين الله أكبر، في شركات طلبت ان هي طبعا يسافروا على حساب الشركات دي. في اسماء كثيره جدا، بس انا اقول لك على بعض الامور. راجل طيب اسمه الحاج بكري كلمني جاب نمرتي منين. قال لي انا ما اقدرش اسافر، انا عندي 1000 جنيه وعارف ان انا رايح النهارده. قال لي قول لك كابتن اسلام انا ممكن اودعهم لو حد عايز يكمل فلوسه. الحاج بكري بيقول لي عندي 1000 جنيه عايز اودع لحد يمكن يكون معاه الفلوس. والله احنا لو عملنا الموضوع ده الفلوس الا 1000. تخيل يا كابتن اكتساب. تخيل طبعا غير مسموح. لا ما اقصدش قانونا يعني. شوف روح شوف روح الاهلي. ما احنا شكرنا برضو السيد وزير الشباب والرياضه ممثل الدوله لما قدر ينحاز لده وسمح للنادي الاهلي. لكن شوف الراجل بيقول لي ايه. قول لك كابتن اسلام كممثل يعني عن مؤسسه القناه انا عايز اودع دول ليكون واحد واقف على ال 1000 جنيه فيسافر. ده شرف لينا فندم. اي حد يفكر فكره حلوه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. وبيني وبينك بعد الكلمتين اللي قالهم الاستاذ عصام ومساهمه الحاج بكري حتى ولو بجنيه مش ب 1000 حتى، اعتقد ان ده شيء ممتع. وهو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده دايما اللي احنا بنستناه. ويعني الحقيقه موقف طبيعي يعني، احنا مش متفقين عليه ولا حاجه والله يعني. ده هو استاذ عصام دخل ماشي. لا الكلام ماشي. كنت مأجل ان انا اقولها اهم حاجه. يا رب يكون اللاعبين على مستوى فكر الاداره وفكر الناس اللي زي الحاج بكري والجمهور. لا وان شاء الله عندنا ثقه في اللاعبين ان شاء الله. ده مهم جدا ان شاء الله. هيبقى اللقب ما يفلتش من وجود الكابتن الخطيب. يا رب يبقى في النجم ال11 متفقين. وجود الكابتن احنا جايبينها بس رئيس ورا الباس يا جماعه. ورا الدسك هي 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 حاله من انك تضع رمز النادي، كبير عائله النادي طبعا، ممثلا عن الجميع. نعم. مع نجوم الفريق اللي هو دايما بيقول لهم احنا فخورين بيكوا. اعمالها والفرقه يمكن وقع منها الدوري لو انتوا فاكرين الموسم طبعاً اللي فات في لقطه في غير عاديه. يعني في لقطه غير عاديه مزيد من الثقه، لانه في الاخر دائما ما يمثل كبير عائله النادي الاهلي الاطمئنان. ما نشوف نجم النجوم في كره القدم كما كان سابقي يعني، لكنه لن يتحدث معهم مين يلعب ومين ما يلعبش ولا مع الجهاز، انما هو ضمانه لثقه شعب الاهلي فيكم ان رئيس البعثه هو محمود الخطيب. ان شاء الله. انا بشكركم. شكرا جزيلا. شرفتونا ونورتونا. ونلتقي ان شاء الله بعد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لاساتذتنا. واخيرا شكرا. خلينا نقول لحضراتكم، استعرض مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه اليوم الذي جرى مساء اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى تماما مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة. كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد القيمة المالية لنصف عدد التذاكر بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض
على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيق نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائي. كما ناقش المجلس شكوى العديد من الجماهير من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس البعثة عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام المقبلة. وعليه جاءت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي على النحو التالي: أولا، الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أي ما كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا، لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي الأهلي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. ثانيا، دعم النادي الأهلي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. ثالثا، الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا في الاتحاد الإفريقي فقط مع الاتحاد الإفريقي فقط، والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقات الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها. أخيرا، تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثة فريق القرى في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني. كانت هذه هي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي للاجتماع مجلس الإدارة الذي دعا إليه كابتن محمود الخطيب والذي انتهى منذ قليل. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير.